بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بيت حضراتكم البيت الكبير. زي ما حضراتكم عارفين بنكون مع حضراتكم دائما من يوم الحد ليوم الأربع. الحد امبارح الحقيقة كانت مباراة الأهلي وسموحة اللي هنبدأ بالكلام عنها. النهاردة بنبدأ الساعة 11، بقية الأيام الثلاث والأربع بنبدأ مع حضراتكم من الساعة 10 للساعة 12، وعندي مفاجأتين كبار جدا بكرة وبعده، ده غير مفاجأة النهاردة. النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا أحد نجوم الكبار في النادي الأهلي، هتكلم معاه في أشياء كثيرة جدا 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 تخص النادي الأهلي واللي بيحصل خلال الفترة السابقة، سواء على اللي بيحصل في الرياضة المصرية، ونتكلم أيضا عن كرة القدم في نادي الأهلي. نجم الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل هيكون ضيفي في حلقة اليوم. بكرة إن شاء الله وبعده عندي أيضا مفاجأة كبيرة جدا بكرة، ومفاجأة كبيرة كبيرة جدا جدا بعد بكرة إن شاء الله، هنقول لحضراتكم وهتشوفوا البروموز اللي هتنزل على شاشة قناة النادي الأهلي. الحقيقة النهاردة أو الأسبوع ده هيبقى أسبوع مدافعي النادي الأهلي الكبار، هيكونوا متواجدين في البيت الكبير. البيت الكبير هذا الأسبوع الاثنين والثلاث والأربع مدافعي النادي الأهلي الكبار، تعرفوا النهاردة كابتن شريف عبد الفضيل، بكرة هيكون معانا نجم مفاجأة، وبعد بكرة إن شاء الله هيكون معانا نجم آخر ومفاجأة كبيرة جدا. طيب هنتكلم في إيه النهاردة؟ هنتكلم في مباراة إمبارح. طبعا لازم نتكلم مع حضراتكم في مباراة الأهلي وسموحة وفوز النادي الأهلي برباعية مقابل شيء. الدنيا قامت ما قعدتش من بعد يوم الخميس وتعادل النادي الأهلي مع نادي بيراميدز. طيب أو أنا آسف، بيراميدز تعادل مع النادي الأهلي في الثواني الأخيرة من عمر المباراة. كل الناس اتكلمت أصل محمد الشناوي ده كذا وبيغلط جماعة. على فكرة عايز بس أقول لحضراتكم حاجة، كرة القدم اللاعبين الكبار في كرة القدم، احنا معترفين الأول قبل ما اتكلم في أي شيء، احنا معترفين أن محمد الشناوي أخطأ. طبعا أخطأ وهو معترف بكده على فكرة، وهو عارف كده كويس جدا، ولكن اللاعبين الكبار عندما يخطئوا بيقفوا بسرعة إزاي؟ هذه هي الحكاية، أو هذا هو النادي الأهلي. أنا كل شوية هروح للنادي الأهلي، هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وما بين أي حد تاني، هذا هو الفارق ما بين شخصية كابتن النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي عن أي لاعب آخر. محمد الشناوي أخطأ خطأ كلف الفريق نقطتين في مباراة بيراميدز يوم الخميس اللي فات. في مباراة امبارح محمد الشناوي بدأ المباراة وكان وقام بدوره على أكمل وجه، واستطاع النادي الأهلي أن يفوز برباعية مقابل لا شيء. الحقيقة في مباراة رائعة هتكلم عنها كتير خلال الفترة اللي جاية، ولكن زي ما بقول لحضراتكم محمد الشناوي أخطأ وقف على رجله، الخميس أخطأ، الجمعة وقف على رجله، السبت اتمرن، الحد لعب المباراة. حتى في دي حضراتكم أو مش حضراتكم طبعا، بعض من لا يشجع النادي الأهلي راحوا للنقطة أو راحوا دايما يقولك إيه، حصل مشكلة كبيرة جدا ما بين محمد الشناوي ومحمد شريف، على اعتبار وخدوا بال حضراتكم من الكلام اللي انا بقوله، لانه الناس بتاخد كلامي وبتحرفه، الناس بتقول ان انا بقعد انتقد ده، لا الحقيقة ده مش صحيح، ده مش صحيح، وهقول لحضراتكم ليه كمان شوية. ولكن اذا كان حصل هذا الكلام ما بين محمد الشناوي ومحمد شريف فده طبيعي، على فكرة طبيعي جدا ان تحصل مشادات في اي فريق في العالم، مش في النادي الاهلي بس، اي فريق في العالم مفيش مشكله ان تحصل فيه مشاده ما بين كابتن الفريق ولاعب اخر، او لاعب نجم في الفريق وكابتن، عادي جدا بتحصل طبيعي جدا. هو على فكره ده مش اقرار ان حصل لانه ما حصلش، خليني اقول لحضراتكم الموضوع ان ده ما حصلش اساسا، ولكن حتى لو حصل ايه المشكله يعني ايه اللي حصل يعني ان محمد الشريف ومحمد الشناوي، يعني يقول لك ايه محمد الشناوي متبت في ازازه المايه، تلاقي محمد شريف متبت في ازازه المايه، الشناوي يا عيني نفسه يشرب فمش عايز يديها له. ممكن بقى نوصل ان احنا نتكلم بهذه الطريقه الفجه جدا يعني، ولكن مره اخرى على اعتبار ان لو ده حصل ما يحصل، اثنين زمايل شدوا مع بعض، ده ما حصلش على فكره، بس انا بقول لو حصل ان ده بيحصل مستقبلا، او ممكن يحصل عادي جدا في اي فريق في العالم كله، في العالم كله بيحصل هذا الموضوع. اتنين شدوا مع اتنين زمايل شدوا مع بعض، طلعوا من الاوضه سلموا على بعض، معلش كنت متنرفز، بتحصل في الملعب تمرين عادي، شكرا شكرا سلام، نزلنا الملعب، الشناوي قام بدوره، محمد شريف قام بدوره، شكرا الموضوع انتهى، الموضوع انتهى.
لكن بقى قيل وقال وحكاوي وشغل وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، خلاص انتوا حرين. وطبعا الكلام ده انا بوجهه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، زي ما حضراتكم عايزين، انتوا حرين قولوا اللي انتوا عايزينه، احنا هنفضل ماشيين في طريقنا، عايزين نكسب مبارياتنا القادمة، تعادلنا مباراة وكسبنا الثانية، عندنا مباراة يوم الخميس القادم، هنفكر في مباراة يوم الخميس القادم، وبعد كده هنفكر في المباراة اللي بعدها، هل هتتلعب ولا مش هتتلعب، ايه اللي هيحصل، هنشوف في هذا الموضوع خلال الفترة القادمة. عدي المواضيع، المواضيع ما حصلش فيها أي حاجة، تعادلت مباراة خسرت نقطتين في سباق الوصول إلى قمة الدوري كعادة النادي الأهلي، ولكن المباريات اللي جاية كتير. وبالمناسبة أنا لازم أرجع أتكلم في النقطة دي مرة أخرى، والكلام ده أنا قلته قبل كده، هو الناس اللي كانت بتقول في بداية كلامها أو من حوالي 50 يوم أو أكتر 60 يوم اتقال إن النادي الأهلي على رأسه ريشة، وإن النادي الأهلي الناس بتأجل له مباريات، وإن الناس كذا وكذا، لكن ده الحقيقة مش صحيح، لأن النادي الأهلي، النادي الأهلي كان بتتأجل له مباريات. أنا عارف إن أنا بقول الكلام ده كل شوية، ولكن يا جماعة من فضل حضراتكم خلينا نفكر بس في الموضوع من الألف، أو نبدأ بيه من الأول للآخر. كل الناس اللي عايزة تحارب النادي الأهلي دايما بتتكلم في النقطة دي، لغاية امبارح أو لغاية النهاردة من شوية الناس بتتكلم في النقطة دي، على الرغم من كابتن حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية التي أو اللجنة التي تدير نادي الزمالك أقر بكلام. الحقيقة يعني أنا ماليش علاقة طبعا بالكلام اللي هو بيقوله الكابتن حسين لبيب، إنه على دماغي من فوق ما عنديش مشكلة، ولكن كل رئيس نادي أو كل رئيس لجنة من حقه إن هو يحافظ على ناديه، ولكن كابتن حسين لبيب أقر بأمر يخص اتحاد كرة القدم. الأستاذ أحمد مجاهد كلم الكابتن حسين لبيب، ده مش كلامي، مش كلامي أنا خالص، ولا اتكلمت عنه ولا اعرف، انا ما عرفتوش غير لما قاله الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنه التي تدير نادي الزمالك. كابتن حسين قال ان الكابتن احمد مجاهد او رئيس اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم كلمه وقال له عايزين تاجلوا الماتشات ولا تكملوا. شيء طبيعي على فكره، انا ما عنديش اي مشكله مع نادي الزمالك، ولكن انا عندي مشكله على الجانب الاخر، واتحاد كره القدم لماذا لا يفعل ذلك بالظبط كده؟ على فكرة يا جماعة للمرة المليون، ده مش كلامي، ده كلام الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك. أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم لم يتأخر عن أي طلب لنادي الزمالك في وقت المباريات المضغوطة للزمالك. مين اللي بيقول يا جماعة؟ كابتن حسين لبيب. تم سؤالنا لو أردنا التأجيل وبدورنا سألنا كارتيرون، وكارتيرون المدير الفني نادي الزمالك طبعا فضل أن يستمر في اللعب دون تأجيل، كان لديه رؤية فنية بأن الاستمرار في اللعب سيحافظ على مستوى اللاعبين ويضع الضغط على النادي الأهلي. ما عنديش مشكلة في هذا الكلام، ولكن هو الأندية اللي موجودة الـ 18 نادي يجب أن يكون لاتحاد كرة القدم نفس الدور مع الـ 18 نادي، أنا هنا هتكلم عن النادي الأهلي، يجب أن يكون لاتحاد كرة القدم نفس الدور اللي بيعمله أو اللي اتقال إن هو عمله من قبل الكابتن حسين لبيب إن هو يعمله مع النادي الأهلي. أنا حضرتك عندي مباراة نهائية يوم 17، عندي مباراة نهائية، مش عارف حضرتك، أكيد حضرتك عارف يعني، عندنا مباراة نهائية يوم 17، النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووصل للنهائي الإفريقي، وبالتالي المباراة القادمة هي مباراة للتاريخ. في خلال 6 شهور إن شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب هذه المباراة، هيكون في خلال 6 شهور قدرت تاخد بطولتين دوري أبطال إفريقي، سنتين مختلفتين، ولكن في النهاية في خلال 6 شهور ما حصلتش قبل كده. فمن المفترض إن اتحاد كرة القدم يقف مع النادي الأهلي ويعرض على النادي الأهلي، إذا كان عرض على فكرة، أو لو عرض على النادي الأهلي، أنا هطلع أقول لحضراتكم إن هو عرض على النادي الأهلي، يعني ما عنديش أي غضاضة في هذا الكلام، ما عنديش أي مشكلة في هذا الموضوع. إذا كنت حضرتك عرضت على النادي الأهلي، شكرا يا كابتن أحمد، وده دور اتحاد كرة القدم أو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، ده دورها بالمناسبة إن هي تقف مع كل الأندية، مع كل الأندية، أهلي، زمالك، إسماعيلي، اتحاد، مصري، محلة، كل الأندية
فلو ده حصل انا بشكرك جدا يا كابتن احمد، ولكن من فضل حضراتكم او كابتن احمد وبقيه اعضاء اللجنه المتواجدين، من فضل حضراتكم النادي الاهلي، معلش انا هكرر الكلام انا اسف، النادي الاهلي عنده مباراه يوم 17، مباراه نهائيه، من فضلكم لو النادي الاهلي محتاج ان حد يقف جنبه من الاتحاد المصري او من اللجنه الثلاثيه، مفيش مشكله لما نرفع السماعه نتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل. هذا هو دور اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم. أتمنى أن ده يحصل خلال الأيام القادمة لأنه دور اللجنة. أرجع مرة تانية لنادي لمباراة امبارح. مباراة امبارح الأهلي وسموحة هي مباراة استطاع النادي الأهلي أن يعود من بعيد وأن يعود بشكل رائع جدا، واحدة من أفضل المباريات اللي أداها النادي، مش عشان كسبنا 4-0 أو عشان النادي الأهلي كسب 4-0 بقول هذا الكلام، ولكن الحقيقة شفنا حسين الشحات بمستوى الطبيعي، شفنا بطاهر محمد طاهر بمستوى الطبيعي، شفنا شريف بيحرز هدفين، شفنا أفشة بيرجع وبيعمل ثرو باسز لكل اللاعبين، شفنا حمدي فتحي، شفنا السولية، شفنا ياسر إبراهيم نجم هذه المباراة من قبل الجمهور، ياسر إبراهيم واحد من اللاعبين اللي لما بيبقى متواجد بيؤدي بشكل رائع. شفنا محمد الشناوي قال لك بصوا موسيماني بيعاقب الشناوي فغيروا بين الشوطين. يا جماعة خلينا نفكر صح، الراجل نفسه طلع قال في المؤتمر الصحفي بيتسو موسيماني، قال يا جماعة أنا عندي المباريات القادمة بعد المباراة النهائية الشناوي هيسافر يلعب مع المنتخب الأولمبي، أصبحت رسمية هيسافر يلعب مع المنتخب الأولمبي، فبالتالي علي لطفي هيكون هو اللي متواجد خلال الفترة اللي جاية أو مصطفى شوبير أو أي حد من اللي موجودين، فلازم ألعب الناس عشان تبقى رجليها في الملعب. طبيعي جدا وأنا كسبان 3-0 والموضوع إن شاء الله كان يعني امبارح الحمد لله واضح جدا إن الفرقة واقفة على رجليها، إيه اللي يخليني أفكر غير إن أنا في مصلحة الفرقة؟ أنا كمدير فني هفكر في مصلحة الفريق. فدخل الناس دخلت في يمين وشمال وده قال وده عد وده زاد وأصل الشناوي اتخانق مع موسيماني وكلام كتير جدا 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 من امبارح الحقيقة بيقال في هذا في هذه المنطقة، على الرغم من أن الموضوع إذا حضرتك حسبته هتلاقيه موضوع هايل جدا ورائع جدا من بيتسو موسيماني المدير الفني ومن محمد الشناوي طبعا بصفته كابتن فريق النادي الأهلي وواحد من اللاعبين اللي أخطأ في مباراة يوم الخميس وبالتالي كانت العين عليه كبيرة جدا، هيعمل إيه بيتسو موسيماني مع محمد الشناوي؟ ولكن هذا هو النادي الأهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. خلينا نطلع نشوف فاصل عن أو أنا آسف خلينا نطلع نشوف تقرير عن مباراة النادي الأهلي وسموحة وفوز النادي الأهلي برباعية مقابل شيء ونرجع نتكلم في بقية المواضيع اللي عندنا النهارده. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فلوران ايبنجي المدير الفني الجديد لنادي نهضه بركان. ليه انا بقول هذا الاسم وليه بقول ان نهضه بركان عين مدير فني افريقي جديد كونغولي بالمناسبه فلوران ايبنجي؟ دائما ما يكون النادي الاهلي هو رائد في كل شيء، هو الاول في كل شيء، حاجه تبسطني جدا وحاجه تفرحني جدا لما اشوف بقيه الانديه في افريقيا من شمالها لجنوبها بيحاول أن أو رأى أن النادي الأهلي اتخذ قرارا هاما وقرارا صائبا بالتعاقد مع مدير فني إفريقي أو من جنوب إفريقيا ليكون مديرا فنيا للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. ده اللي حصل طبعا من حوالي سنة لغاية دلوقتي أو أقل من سنة بشوية. فنهضة بركان مشى على نفس النهج ورأى أن ما يفعله النادي الأهلي وما يفعله بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي هو شيء جيد جدا وشيء رائع، وبالتالي تعاقد نهضة بركان المغربي مع فلوران إيبنجي مديرا فنيا جديدا للفريق، وأصدر النادي المغربي بيانا رسميا يؤكد فيه توصل الفريق صباح اليوم الاتفاق مع المدرب أو مع المدير الفني إيبنجي الذي وقع على عقد تدريبه للفريق بمقر النادي. الصورتين اللي امام حضراتكم فيديو باول زياره لبيتسو موسيماني مع كابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف. كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس لجنه التخطيط وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا اعضاء لجنه التخطيط في النادي الاهلي. على الجانب الاخر ما فعلوا نهضه بركان وتعاقده مع فلوران إيبنجي مديرا فنيا جديدا لنادي نهضه
بركان. ألف مبروك طبعا لنادي نهضة بركان، نتمنى أن تجربتهم تجربة نادي نهضة بركان تنجح زي ما الحمد لله والشكر لله تجربة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة هي تجربة ناجحة. الواحد بيبقى سعيد، بيبقى فخور من جواه أن النادي الأهلي دائما ما يكون الأول في كل شيء، وبالتالي كل الناس بتمشي وراه، الجميع بيمشي وراء النادي الأهلي وبيشوف النادي الأهلي رايح فين وبيحاول يقلد النادي الأهلي ويعمل زي النادي الأهلي. سعداء جدا ومبسوطين جدا، عشان كده بنجيب لحضراتكم مثل هذه الأخبار علشان تبقوا حضراتكم كأهلوية فخورين بالنادي الأهلي وما يفعله النادي الأهلي مش في مصر بس ولكن في أفريقيا بالكامل. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل بقية الأخبار اللي معانا النهاردة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. الخبر ده خبر مهم جدا جدا جدا، واسمحوا لي ان انا اقرا لحضراتكم الخبر ده لانه ناقص حته، الحته دي اللي هنتكلم فيها. اعتمد الاتحاد المصري لكره القدم نتائج مسابقات الموسم الحالي بعد انتهائها عدا مسابقه الدوري الممتاز وبطوله كاس مصر. يعني اتحاد كره القدم المصري اعتمد كل المسابقات، الناشئين والشباب وكذا، كل المسابقات اعتمدها فيما عدا حاجتين، ده بناء على التقرير اللي نازل على الموقع الرسمي للاتحاد. مسابقه الدوري الممتاز اللي لسه ما خلصتش طبعا وهتخلص ان شاء الله يوم 26 اغسطس، وايضا بطوله كاس مصر اللي لسه لم تنتهي حتى الان. بطوله كاس مصر والدوري حاجه مفيش اي مشكله ما نقدرش نتكلم فيها، ولكن هو مش كان في مسابقه اسمها مسابقه تحت 99 سنه، تحت 99 مواليد 99؟ المسابقة دي اتعمل لها أو السن ده اتعمل له مسابقة. المسابقة دي خدها مين؟ حد عارف خد المسابقة دي الأهلي ولا غير الأهلي؟ حد عارف المسابقة اللي اتعملت دي حد يعرف عنها حاجة؟ موضوع كبر مرة واحدة وسكتنا عنه مرة واحدة وبعدين حد اتكلم فيه وبعدين سكتنا مرة تانية، وبعدين لما حضرتك طلعت كل شيء، طلعت في مسابقات الناشئين فوز الاهلي ببطوله مواليد 2001، فوز الزمالك 2003، الاهلي في 2006، وبعدين حرس الحدود في 2001، وما جبتش سيره 99 خالص خالص. البعض بيقول، ما اعرفش مين البعض، لكن البعض بيقول ان من بعض المصادر داخل اتحاد كره القدم يقول لك ايه، اصل دي كانت مسابقه تنشيطيه. نعم، حد يفهم يعني ايه مسابقه تنشيطيه؟ لو حد يعرف يعني ايه مسابقه تنشيطيه لو سمحت يقول لنا. اتمنى ان حد يعني ايه يقول لنا يعني ايه مسابقه تنشيطيه. المسابقه التنشيطيه دي يعني حاجه كده بتتعمل يعني كده وخلاص، لمجرد ان انت بتعمل تنشيط للفرق، لكن حضرتك ما عملتوش كده، ما عملتوش كده ولا قلتوا كده بناء على القواعد اللي حضراتكم بعتوها او الاتحاد المصري لكره القدم اللي احنا كنادي تابعين ليه اتبعتت لنا القواعد ان دي مسابقة فيها بطل وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. هو في ايه يا جماعة؟ الموضوع بسيط على فكرة وما يستاهلش كل القصة دي. حضرتك اطلع قول والله انا اديت البطولة دي بناء، مفروض يعني بناء على القواعد اللي حضرتك حاططها، اللي حضرتك حاططها كاتحاد كرة القدم. من فضل حضرتك اطلع وقول بناء على هذه القواعد النادي الاهلي بطل للدوري او النادي الفلاني بطلا للدوري مواليد 99. النادي الاهلي ارتقى، لو حضرتك اخترت نادي تاني، لو النادي الاهلي ارتقى ان يذهب الى ما هو ابعد من ذلك، دي وجهه نظره. لكن حضرتك حتى هذه اللحظه وهنبدا مسابقات دوريات ناشئين جديده خلال الفتره القادمه وهنبدا اعداد جديد. طيب سؤالي لحضرتك هو مين هنعمل ازاي التقييد في 99 خلال الفترة القادمة؟ يعني أنا عندي مثلا كنادي أهلي مثلا يعني 10 لاعبين عايز أيدهم و10 لاعبين عايز أمشيهم، هل أمشي اللعيبة دي ولا أيد اللعيبة دي ولا أعمل إيه؟ حد بس يطلع يقول لي، حد يقول لي والله في واحد اتنين تلاتة وأنا هسكت عن الموضوع، ما عنديش مشكلة. أنا مشكلتي بس الوحيدة إن بتبقى الأمور كلها عايمة، الامور كلها محدش عارف حاجه يعني. وبعدين الغريبه ان احنا بنكلم كل المسؤولين في اتحاد كره القدم بنقول لهم يا جماعه اتفضلوا قولوا وجهه نظركم. على فكره ما بيحبوش يخشوا في قناه الاهلي او ما بيرضوش يخشوا في قناه الاهلي، ما عنديش مشكله انت حر،
اعمل زي ما حضرتك عايز. على فكرة ما عنديش مشكلة لو دخلت في قناة تانية وقلت لي الحل. احنا جمهورنا ما عندوش اي مشكلة. حضرتك خش وقول اللي حضرتك عايزه وصدقني انا هبروزهولك. بس خليني اقتنع بيه، خليني حضرتك اقتنع بيه واقدر اقنع جمهوري بيه. اقدر اقنع جمهور النادي الاهلي. هتقول لي اصل دي مسابقة ملهاش، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها كده. حضرتك حطيت قواعد وبناء على هذه القواعد اشترك النادي الاهلي في مواليد 99. حضرتك قول انا حدي الاهلي البطولة او مش حدي الاهلي البطولة، حديها لحد تاني. ساعتها النادي الاهلي يشوف هيعمل ايه. لكن ان انت تسيب الموضوع عايم كده وساكت وما بتطلعش تتكلم فيه ولا حاجه، حتى البيان اللي حضرتك منزله على المركز او على الموقع الرسمي عندك او نزلته في الاخبار وفي الصحف خلال الساعه اللي فاتت مش جايب فيه سيره الموضوع ده خالص. يعني الفرق، يعني اتكلم عن الفرق الهابطه للدرجه الادنى، واتكلم عن الكره القدم النسائيه، واتكلم عن كل شيء في اتحاد كره القدم. القسم الاول كذا في كرة القدم النسائية، والقسم الثاني كذا، وكرة الصالات، اتكلم عن كل شيء. ولكن جه عند مسابقة 99 وقال لك لا لسه شوية. على فكرة مفيش ادنى مشكلة ان حضرتك تطلع تقول والله البطل في هذه المسابقة هو فلان الفلاني، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طالما حضرتك متأكد من القواعد اللي حضرتك حطيتها. لكن حضرتك سايب الدنيا ولا يعني الدنيا ماشيه كده من غير ما حد يتكلم ولا عايمه. تيجي تسال اي حد اي سؤال يقول لك اه ربنا يسهل ان شاء الله هنطلع قرار. هتطلع قرار امتى حضرتك والمسابقات هتبتدي قريب؟ اللعيبه الناشئين دلوقتي ابتدت تبقى في اختبارات، وابتدت تبقى في كل الانديه وابتدت تبقى في اختبارات، وابتدت تبقى في رؤيه من اللجان الفنيه المختلفه في كل الانديه عشان تختار لاعبين. طب هل هنختار لاعبين للموسم القادم على اساس ان احنا معانا 99 دول معانا ولا مش معانا؟ خدوا البطوله ولا ما خدوش البطوله؟ فلان ده هداف البطوله ولا مش هدافها؟ هنكمل ولا مش هنكمل؟ هيحصل ايه السنه الجايه؟ حتى هذه اللحظه ما حدش عارف ايه اللي هيحصل، ولا حد اتكلم في ايه اللي هيحصل. فمن فضل حضراتكم ما فيهاش مشكلة لما تطلع تقول بطل هذه المسابقة كذا بناء على كذا، ما عندناش مشكلة. ساعتها هنقدر نتكلم معاك. لكن احنا دلوقتي مش عارفين نتكلم في ايه. ما عنديش اي موضوع عايم، ولا حضرتك بتقول الاهلي ولا حضرتك بتقول غير الاهلي. سايب الموضوع كده واي كلام والدنيا ماشية وخلاص. فمن فضل حضراتكم افيدونا بالحل. من فضل حضراتكم قولوا لنا الحل ايه واحنا هنتكلم فيه. انا عارف ان حضرتك مش هتخش معايا ولا انت ولا اي حد، ما عنديش مشكله، ما عنديش اي مشكله، على الرغم من ان جمهور الاهلي يستحق ان حضرتك تخش وتتكلم، على الرغم من بقيه الجماهير في كل العالم اللي بتتفرج على قناه الاهلي من حقها ان هي تخش ان حضرتك تخش وتقول وجهه نظرك. ولكن ما عنديش مشكله، اطلع في اي حته تانية وقول الحل زي ما دايما بتعمل. النهارده كابتن خطيب بيستعرض مع بروكيتش استراتيجيه العمل بقطاع الناشئين في حضور لجنه التخطيط. طبعا بروكيتش المدير الفني التشيكي ميشيل بروكيتش، واحد من المديرين الفنيين اللي استقدمهم النادي الاهلي مع بدايه الموسم السابق الحقيقه لتطوير اداء الناشئين، في ظل طبعا وجود الكابتن خالد بيبو مديرا لقطاع ورئيسا لقطاع الناشئين. النهارده الحقيقه كانت زي ما حضراتكم شايفين قاعده ما بين كابتن محمود الخطيب، الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا ناصف، بروكيتش طبعا اللي جنبه المترجم بتاعه، ايضا كابتن خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين، واستعرضوا الحقيقه تقرير. انا ما اعرفش المدير الفني الحقيقه قال له انا خدت مسابقه 99 ولا ما خدتهاش، يعني حاب اسال. كابتن محمود الخطيب طبعا ولجنه التخطيط استمعوا الى شرح مفصل من قبل بروكيتش لكافه التفاصيل الخاصه باداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي. ايضا استعرض الاجتماع استراتيجيه العمل ونتائج خطه تطوير القطاع التي سبق ان قدمها المدرب التشيكي في بدايه فتره عمله مع النادي، الى جانب التعرف على احتياجاته في الموسم القادم. بسم الله ما شاء الله عندنا قطاع ناشئين قوي بلاعبيه، بمديرينه الفنيين، برئيسه، بمديره الفني، عندنا فوق كل ده لجنه تخطيط الحقيقه دايما بتقعد في الوقت اللي تلاقي فيه حد محتاج ان هو يقعد معاها بتقعد معاه،
وبتتكلم معاه علشان تصل الى المستوى اللي حضراتكم شايفينه. تقريبا معظم بطولات الناشئين موجوده في دولاب النادي الاهلي اللي دائما بيكون مملي بالبطولات. خلينا نطلع نشوف تصريحات كابتن خالد بيبو بعد هذا الاجتماع ونرجع نكمل مع حضراتكم. الاجتماع طبعا كان اجتماع طويل شويه لان كان بنتكلم عن كل الاحداث وكل الموسم اللي انتهى. ف يعني التقرير بتاع المدير الفني كان فيه طبعا التقرير بتاعه، فكان محتاج ان احنا كابتن خطيب ولجنه التخطيط ان هي تبص على التقرير وتشوف احنا عملنا ايه الموسم اللي فات، وتناقش طبعا في التقرير يعني جزئيه واتكلمنا في كل حاجه. فالحمد لله يعني احنا يعني كان عندنا بلان كده كبير شغالين عليه في الفتره اللي فاتت ولسه مكملين فيه، حققنا منه جزء ولسه مكملين على الجزء الجاي ان شاء الله. بس الموضوع كله كان اللي فات ايه واللي جاي ايه. فاحنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو مناقشه التقرير وكل ما جاء في التقرير من المدير الفني من احداث من كل حاجه، ناقشنا التقرير الطبي المدربين كل التفاصيل ده كل حاجه، واتكلمنا بعد كده عن الموسم اللي جاي ناويين على ايه، نفكر في ايه اللي حققناه من الخطه اللي احنا كنا حاطينها، وايه اللي لسه ما اتحققش، وايه العوامل اللي ساعدك عشان تحقق اللي انت عايزه، او البلان اللي محطوط من سواء مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط عشان قطاع الناشئين. قطاع الناشئين محطوط له خطه كبيره واحنا شغالين عليها، والحمد لله حققنا جزء منها السنه اللي فاتت. عندنا مجموعه من اللعيب الناشئين النادي الاهلي خرجت للاعراض للدوري الممتاز عدد كبير. عندنا يعني لعيبه ابتدت تتحرك في اوروبا، وشفنا عروض ابتدت تيجي للعيبه، وانا شايف انه من اكبر نجاح بالنسبه لي انا كقطاع ناشئين السنه اللي فاتت وبالنسبه للقطاع كله، ان لما الفريق الاول احتاج لعيب لقى لعيب من قطاع ناشئين يقدر يكون موجود في الملعب وبيلعب في مكان غير المكان اللي هو بيلعب فيه، وقدر ان هو يعبر عن قطاع ناشئين ويطمن جمهور النادي الاهلي ان قطاع ناشئين فيه لعيبه كويسه، تقدر ان لما تحتاج هتلاقي لعيبه كويسه. ده بالنسبه لي يعني انا شايف ان ده لما تحط كده النجاحات اللي حصلت يعني الفتره اللي فاتت ده النجاح نمره واحد، ان لعيب الفريق الاول احتاج لعيب لقاه ولقاه بسرعه وما احتاجش ان هو يقعد فتره طويله قوي عشان ان هو يشارك، لا لقاه واشتغل، والرد الفعل اللي حصل من جمهور النادي الاهلي ده حاجه خلتني ان انا احس لا ان احنا شغالين كويس وشغالين برؤيه مش شغالين بالصدفه. فالخطه الموضوعه خطه كبيره بنحقق فيها واحنا ماشيين. يعني انا بحب كده دايما ان الشغل بتاعنا هو اللي يتكلم عننا اكتر من ان احنا نقعد نتكلم او هنعمل ايه، لا يعني احنا في حاجه كده يعني شغالين عليها ان شاء الله في التطوير اللي جاي، وان شاء الله يبقى حاجه تبقى شكلها كويس وحاجه يعني تليق بالنادي الاهلي. انا شايف النتائج السنه اللي فاتت يعني جيده جدا الحمد لله. طبعا كان نفسنا ناخد كل البطولات، خدنا 2006 و2001 2003 ما قدرناش ناخد البطوله بس كنا المركز الثاني يعني موجودين فرق نقطتين. 99 احنا كنا ماشيين اول لغايه اخر 3 اسابيع بعد ما كنا يعني الفرقه خرجنا منها 10 لعيبه راحوا للدوري الممتاز يعني. فحصل طبعا ضرب الفتره صغيره بس رجعنا تاني مكملين، وكان في المفروض مباراه فاصله يعني نتمنى من اتحاد الكوره بقى ان هو يقول هتتلعب ولا مش هتتلعب، يعني احنا مش فاهمين الدنيا فيها ايه. انما لغايه دلوقتي احنا يعني كنا بننافس على كل البطولات رغم ان احنا خرج من عندنا لعيبه كتيره السنه دي. عجبني جدا الحقيقه كابتن خالد بيبو وطريقه كلامه واسلوبه وازاي بيحضر للسنه اللي جايه. ان شاء الله السنه اللي جايه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان شاء الله يكون بشكل مختلف وبشكل رائع جدا اكتر كمان من السنه دي. عجبني جدا اللي الناس بتحسدنا عليه. الناس دايما بتحسدنا على ايه؟ يقول لك يا جماعه ما انتوا خدتوا كل البطولات. الكابتن خالد النهارده هو بيتكلم
بيقول انا خدت كل البطولات في ما عدا بطوله واحده، والبطوله الثانيه مش عارفين اللي احنا كنا بنتكلم عنها 99. فبالتالي هو بيدور على ازاي ان هو ياخد بقيه البطولات. هو ده النادي الاهلي، وهم دول اولاد النادي الاهلي واللي عايزين يعملوا حاجه للنادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله نشوف قطاع ناشئين ناجح جدا خلال الفتره القادمه. على الجانب الاخر، وتزامنا مع احتفالات جموع الشعب المصري بذكرى ثوره 30 يونيو المجيده، مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه للمنشآت الرياضية والعضو المنتدب، والعميد محمد مرجان رئيس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، افتتحوا اليوم الأربعاء فرع نادي سيتي كلاب بمدينة العبور بشكل جزئي. الحقيقة افتتاحات كتيرة جدا بتعملها شركة استادات الوطنية برئاسة المهندس سيف الوزيري ونائبه العميد محمد مرجان. الحقيقة عاملين شغل في كل مكان في المحافظة. إن شاء الله الخطة تكتمل خلال السنة القادمة. الخطة المبدئية أو الخطة الأولى منذ أن تولى المهندس سيف الوزيري رئاسة مجلس إدارة الشركة، والموضوع الحقيقة ماشي بشكل رائع جدا، وبشكل خلى كل الناس تهتم بسيتي كلاب. وإيه اللي بيحصل في سيتي كلاب؟ في خلال أقل من 4 أو 5 شهور الحقيقة تم تطوير كل الفروع، وتم افتتاح 6 فروع أو 7 فروع لنادي سيتي كلاب، في اللي في كفر الشيخ واللي في شبين واللي هنا واللي هنا واللي هنا، واخيرا فرع العبور. الحقيقه عاملين شغل رائع جدا جدا شركه السيارات الوطنيه برئاسه المهندس سيف الوزيري، اللي قال على هامس حفل الافتتاح ان مجلس اداره شركه السيارات الوطنيه كان حريصا اشد الحرص على افتتاح فرع سيتي كلاب بمدينه العبور في يوم تاريخي، وهو يوم 30 يونيو الذي يحتفل فيه الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة التي حافظت على هوية الشعب المصري، مشيرا إلى أن الفرع به تسهيلات كبيرة للأعضاء بهدف تقديم خدمات مميزة وعلى أعلى مستوى رياضيا واجتماعيا لكل الأعضاء، كما سيكون هناك سجل مدني ومكتب للتراخيص وغيرها من الخدمات. قال ايضا المهندس سيف الوزيري ان فرع سيتي كلاب بمدينه العبور يعتبر الفرع 7 الذي يتم افتتاحه منذ تولي الاداره الجديده المسؤوليه، بخلاف طبعا فرع النادي الاهلي الاقصر الذي يعتبر الفرع 8، مشددا على اهميه ترسيخ فضيله المصداقيه في العلاقه التي تربط ما بين شركه استادات باعضاء انديه سيتي كلاب. أيضا العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات أكد أن افتتاح فرع سيتي كلاب بمدينة العبور في هذا اليوم التاريخي كان مخططا له منذ فترة، تزامنا مع احتفالات جموع الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة التي كشفت المعدن الأصيل للمصريين ورغبتهم الأكيدة في الحفاظ على وحدتهم وهويتهم. وأكد مرجان أن فرع سيتي كلاب بمدينة العبور تم إنجازه في وقت قياسي ووفقا لما وعدنا به، وتم إعلانه في الخطة الزمنية لافتتاح سلسلة فروع سيتي كلاب على مستوى الجمهورية. الحقيقة جهد كبير جدا جدا من كل المتواجدين في شركة استادات الوطنية، عاملين شغل رائع جدا جدا. 7 فروع حتى الآن، وثمنهم فرع النادي الأهلي بالأقصر. الحقيقة 8 فروع في 5 أو 6 شهور، أعتقد بشيء شابو لكل المتواجدين في شركة استادات. إن شاء الله بقية الفروع خلال هذا العام أو العام القادم أو بداية العام القادم هتلاقوا فروع سيتي كلاب منتشرة في كل مكان في محافظات مصر. هنطلع نشوف تقرير عن افتتاح فرع العبور في سيتي، طبعا نادي سيتي كلاب لفرع العبور. وبعد هذا التقرير هنرجع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. كابتن شريف عبد الفضيل هنتكلم معاه، هيكون ضيفنا النهارده في البيت الكبير في الفقره القادمه. ابعتوا لنا بقى على هاشتاج شريف عبد الفضيل الشاطر، هو ده الهاشتاج اللي هنشتغل عليه مع حضراتكم خلال الفتره القادمه. كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها لكابتن شريف عبد الفضيل هتكون مع حضراتكم ان شاء الله بعد ما نستقبله بعد هذا التقرير عن افتتاح فرع العبور لنادي سيتي كلاب. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. سيتي كلاب يمكن في محافظات مصر كلها ان شاء الله هتكون موجوده قريب، لكن
بنقول مبروك لسكان العبور على النادي. نادي اعتقد من حجز الانشاءات وعلى اعلى مستوى، استادات على اعلى مستوى، ملاعب على اعلى مستوى، جميع الملاعب، وخاصه انا طبعا اتفرجت على ملعب كره القدم، والاهتمام بكره القدم شيء كبير جدا. واقول طبعا شركه السادات الوطنيه بالمشروع الكبير اللي بنقوم بيه او اللي هي بتقوم بيه، والواحد فخور ان يكون جزء من هذا المشروع، ان احنا عندنا تارجت كبير جدا جدا. بنشوف النهارده يعني حاجه في الاستثمار الرياضي بالفكر ده، يعني نتمنى ان شاء الله انه تكمل على خير ونشوف كل انديه سيتي كلوب. احنا النهارده يمكن موجودين بنمثل مجموعه من الالعاب الفرديه كجودو كاراتيه وحاجات كتيره، بس ان شاء الله ان شاء الله احنا شايفين انه ده بادره خير، لان نشوف الفكر ده في الرياضه قدام شويه باذن الله. بنبص على نادي، بنلاقي نادي موجود في دلوقتي في يمكن في 15 فرع، ويمكن سامعين ان احنا ممكن يبقوا فيه 20 فرع كمان، فهيقدر يوصل للناس، هيقدر يبقى قريب منهم، وجايبين اكاديميات او ناس متخصصه في الالعاب كلها، انا شايف يعني اعلى مستوى باحترافيه كبيره جدا جدا، ودي الميزه في الموضوع انه النهارده قدروا ان هم يوصلوا للناس، وجايبين لهم ابطال، وجايبين لهم ابطال مش قليلين جدا عشان يعلموهم ويوصلوهم للطريق او للعالميه او للاولمبياد باسهل طرق باذن الله. بص طبعا هو افتتاح حاجه جميله جدا بنجومه والاعضاء كمان اللي جم نوروا النادي، وطريقه الافتتاح حاجه توب كلاس يعني. والحقيقه احنا ابتدينا في كذا فرع اوريدي الالعاب القتاليه، والليفل مستوى بتاع الرياضه عامه مستوى عالي جدا. احنا بنعمل نقله رهيبه في الرياضه في مصر، يعني الناس فعلا هتعرف القصه دي كمان 3 4 سنين، ان انت كان عندك نقص في قصه ان المحافظات والحتت الاماكن البعيده كان دايما بتبقى مظلومه في ناحيه الرياضه تماما. يعني الاب والام فعلا ما كانوش عارفين يدربوا عيالهم فين، وعايزين يديهم حاجه A كلاس مستحيله انها تيجي غير في انديه القاهره واسكندريه. فاللي احنا بنعمله دلوقتي ده نقله ثانيه خالص، انت بتوسع يعني بتعمل توسيع للقاعده بشكل رهيب. انا جيت اكتر من مره بالعبور، كل شويه شايف تطور كبير، وواحد من التطورات الكبيره فيها نادي سيتي كلوب، نادي رائع، كل المنشآت موجوده فيه، ملاعب كره القدم، حمام السباحه، المطاعم، فمكان يقدر فيه الشخص يعني والاسره كلها تقضي فيهم جميل، ومكان اكتر من رائع. طبعا شرفنا سيف بيه الوزيري ومحمد بيه مرجان ومجموعه كبيره من نجوم مصر يعني، فافتتاح رائع ونادي بقول لك اضافه كبيره لانديه مصر وانديه سيتي كلوب في كل مصر يعني. انا مبسوط يعني، دايما هم بييجوا يعرضونا او ييجوا يقدمونا للناس ان احنا جايبين كباتن كبيره، اسماء كبيره في جميع الالعاب. انا اللي بقول العكس، انا اللي محظوظ ان انا جوه المنظومه دي، جوه سيتي كلوب، اداره محترفه بتشتغل اجتماعيا ورياضيا. احنا فتحنا اكتر من فرع رياضيا، الحمد لله رب العالمين. الاعداد اللي موجوده على الاسماء او على الداتا التدريبيه اللي موجوده، الناس كلها مبسوطه. بالنسبه لفرع العبور، انا يعني بقول لاعضاء العبور حظكم حلو، نادي جميل قوي، نادي متقسم حلو قوي، الملاعب اللي في النادي جميله جدا، ان شاء الله نقدر نقدم داتا حلوه للاعضاء ولاولادهم، اذا كنا في الباسكت او في الالعاب الاخرى، انما الكيان جميل وكبير وحلو يعني. اهلا
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في بيتكم في البيت الكبير، نجم الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل. ازيك يا شريف؟ الله يخليك يا كابتن اسلام. امورك ايه؟ الحمد لله والله، وحشني. انا اكتر ومبسوط بيك ومبسوط بوجودي في البيت الكبير. ربنا يخليك، ده بيتك طبعا، بيت الكبير يعني بكل الناس طبعا. يعني انا اول ما كل الاهلاويه جدعان التمام اول ما الناس كلموني يعني ما كنت سعيد جدا ولبيت الدعوه على طول. طبعا شرف لينا شيري، شرف لينا. اخبارك ايه والدنيا عامله ايه؟ الحمد لله والله يا كابتن. كله كويس؟ الحمد لله والله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله كويس. ابعتوا لنا يا جماعه اي اسئله حضراتكم عايزين تسالوها للكابتن شريف عبد الفضيل على هاشتاج زي ما هقول لحضراتكم حالا، شريف عبد الفضيل الشاطر. يعني هم عاملين حركه كده عشان ايه؟ هو شاطر فعلا، بس يعني هنشوف النهارده كلام كتير جدا هيقوله لنا كابتن شريف عبد الفضيل. ابعتوا لنا كل الحاجات اللي حضراتكم عايزين تسالوا فيها كابتن شريف عبد الفضيل على هاشتاج شريف عبد الفضيل الشاطر. شريف، خليني ابدا معاك من الاول، كره القدم وحكايه كره القدم مع شريف عبد الفضيل. لا، كانت بدايتها من وانا بدايه الاحتراف كانت في سن يمكن 15 سنه 16 سنه. قبل كده بقى احنا عايزين من الاول. مش لا، ده وانا في الشوارع بقى خلاص يعني. انت دايما ببدا، كنا في نادي بدر في مدينه بدر في محافظه البحيره، بلعب في مركز شباب السلام، وبعد كده نادي بدر الرياضي. المراحل دي كلها ابتدينا بنلعب حافيين في الشارع من غير كوتشي، وبعد كده بكوتشي اللي هو الباتا الابيض ده الجميل. الله ده الله الجمال. الله الباتا الابيض الجميل ده. انا فاكر لما كان بيتقطع وتحط تقفله تربطه بالشراب عشان تكمل اللعب. مركز شباب السلام ده تقريبا يعني اللي كان لابس كوتشي ده يبقى عالمي الباتا الابيض ده حته ثانيه توب يعني. فدي كانت بداياتنا، وبعد كده الحمد لله رحنا نادي بدر الرياضي، وبعد كده تمت بقى انتقالي للنادي الاسماعيلي عن طريق نادي بدر الرياضي ده. فبدات رحله الاحترافيه بقى من هنا يعني، بوابه الاحتراف يعني. الفتره دي كانت فتره صعبه طبعا، او بتبقى فتره صعبه على اي حد الحقيقه، لانها بتبقى فتره كلها اجتهاد وكلها عمل وكلها شغل وكلها انا عايز اوصل. كان حلمك في ايه دايما في بدايتك في كره القدم؟ هل كنت تحلم بالمكانه اللي انت وصلت لها، بوجودك في النادي الاهلي، بوجودك قبل النادي الاهلي في النادي الاسماعيلي؟ لا، دايما كانت بداياتنا واحنا صغيرين يا كابتن اسلام، يعني دايما بدايات بتبص، كان في نجوم بتبص عليهم في التلفزيون وتقول انا عايز ابقى هنا ابقى هنا ابقى هنا. طب الهدف ده توصله ازاي؟ بيجي بنتيجه. حتى من وانا صغير كنت بتمرن تمرينه واثنين وثلاثه يعني برضه. دايما في هدف قدامي، لا انا هبقى زي الناس دي، انا هلعب. مين الناس دي بقى اللي انت كنت بتشوفها؟ يعني انا مثلا عندي كان لعيبه النادي الاهلي ساعتها في الوقت ده، كان كابتن بشير عبد الصمد، كان حاجه قتاليه رهيبه في الملعب. كابتن بشير عبد الصمد الاسماعيلي. كابتن بشير عبد الصمد، لان انا كان ناشئ الاسماعيلي. بدانا كابتن بشير عبد الصمد طبعا، نجم كبير في النادي الاسماعيلي، بتاعت الاسماعيلي كلها البدايات دي. وبعد كده بدات بقى لما انا رحت ناشئ الاسماعيلي، طموح بتاعك بيقف. لا، لازم يبقى عندك طموح وهدف معين لازم توصل له. أيوه. ايه الهدف ده بقى؟ ببص لاقي دايما اللعيبه بتقف عند حته معينه كده، لا انا عايز ابقى حاجه تانية. انا كابتن اسلام بتمرن، بصحى الصبح لو عندي تمرين اخنار بتمرن، بصحى الصبح اتمرن لوحدي. انت لغايه دلوقتي شكلك بتتمرن. ما انا بتمرن ما بطلتش. بس دايما التمرين يبقى بعلم. ما دي رساله مهمه لكل الناس الرياضيين، لان انا عانيت من ده. انا فعلا يمكن سبب من اسباب يا كابتن اسلام ان انا بطلت كوره بدري، ان انا كنت بزود بعمل لود على العضلات وبدون علم. خلاص، يبقى دايما النتيجه دي نتيجه مشكله كبيره. لازم تبقى فاهم انت بتتمرن ليه، خلاص، والهدف من التمرين ايه. وده اللي بقوله دايما للناشئين في النادي، الفرقه بتاعتي، دايما الاقي كل الولاد داخلين الجيم عايزين بقى يلعبوا حديد ويكبروا العضلات زي المدرب بتاعهم. قلت لهم لا، انا بطلت كوره. قلت لهم اللي بطلني كوره كتر الحديد بدون علم. انا بزود تدريبات، بس لازم تبقى عندك علم انت بتتمرن ليه وعشان ايه. فلازم يبقى في هدف، يبقى في علم ودرايه. لازم تتمرن، اتمرن، بس اتمرن عشان ازود تمرين معين عشان يزودني مستقبلا. فدايما كان في هدف ان انا اتطور في ادائي وفي امكانياتي، وان انا يبقى ليها هدف في الاحتراف. كنا كنت في الاسماعيلي، جالي احتراف بره في فرنسا وفي بلجيكا، ولما جيت النادي الاهلي الحمد لله جالي احتراف في بلجيكا، فليرز البلجيكي. يمكن الكابتن احمد حسن كمان كان على تواصل معايا في النقطه دي بالذات. بس كان يمكن ايام الاحتراف بتاعتنا كانت صعبه شويه يعني. ما تعرفش تطلع بسهوله يعني. انما دلوقتي باب الاحتراف اكتر، فدايما يبقى في بلان وهدف لازم توصل له، فلازم تتعب عشان توصل. لكن بمناسبه ان انت مدير فني 2005
عاملين شغل رائع في قطاع الناشئين. كان لسه عندنا النهارده كان في لجنه التخطيط متواجده وقاعدين بيتكلموا عن ماذا سيحدث الفتره القادمه. يعني بسم الله ما شاء الله تطور واضح جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده حقيقي. يمكن بس في البدايه طبعا بنشكر الكابتن محمود الخطيب واللجنه الفنيه كابتن محسن صالح كابتن زكريا وكابتن خالد ديبو على المجهود الكبير اللي هو بيعمله في القطاع. بصراحه اضاف كتير جدا لقطاع الناشئين. يمكن دي رؤيه تحسب للكابتن محمود الخطيب واللجنه الفنيه ان هم يجيبوا كابتن خالد ديبو. بصراحه اضاف كتير جدا, وان هو يجيب خبير اجنبي مستر بروكيتش يبقى موجود في اللجنه الفنيه للمدربين, اضاف كتير جدا للقطاع. ايوه. يمكن انا الحمد لله السنه اللي فاتت كنت بديت اول سنه ليا مدير فني. ايوه. فبدات مع 2005 فكنت اول منطقه قطاعات, فالدوري وقف بسبب الكورونا يعني الكوفيد. فكابتن خالد في التوقف فالبطوله رجعت تاني, بطوله الجمهوريه كانت شغاله 2003, فكابتن محمد شرف كان هو اللي ماسك 2003 فمشي جاله شغل يعني عمل في نادي الفريق الاول جاله عمل درجه اولى فقدم شغل. برضه خلي بالك دي رساله النادي الاهلي ان هو دائما ما بيدي الفرق الاخرى اللي انت عايزه من حقك, مفيش مشكله طالما عندك دايما. انت لسه كنت بتتكلم عن الطموح. طبعا زي ما عندك ناشئين كويسين بتطلعهم الفريق الاول والانديه الثانيه بتطلعهم اعراض زي كده بتطلع مدربين كويسين عشان تقدر توديهم الانديه الثانيه. فكابتن شرف استاذن من الناس واللجنه وكل حاجه ووافقوا وراح اشتغل في الانتاج الحربي, وكان عامل فرقه محترمه فرقه 2003. انا اخذتهم كانوا لسه في بدايه المسابقه في نص المسابقه يعني كانوا تقريبا في المركز الخامس, فمسكت بقى 2003 من هنا. ايوه. فالحمد لله يمكن الفرقه اتنقلت بشكل كويس تكمله لشغل الكابتن محمد شرف, عمل معاهم شغل كويس الحمد لله. يمكن انا فنشت مركز تاني, كنا فرق بيننا وبين الاول حوالي 12 نقطه. المنافس لو كان تعادل مباراه واحده كنت انا اللي هاخد البطوله بالمواجهات المباشره يعني. كسبت الماتشين. انا كسبت تعادلت عندي وكسبت عنده. كسبت عنده. اه بالظبط. وكسبت معظم المباريات اللي بره بسكور كبير 5-4 و3 وكل ده بره ملعبي وطبعا في ملعبي بكسب الحمد لله. نقلنا الفرقه نقله ثانيه خالص, حطينا استراتيجيه جديده. مستر بروكيتش بالكابتن خالد بيبو في استراتيجيه ممنهجه لسيستم يلعب بيه قطاع الناشئين ازاي تلعب. يعني مش اي كلام كده, مفيش حاجه اسمها كده. هو انت جايب خبير اجنبي ليه؟ ايوه. بحط استراتيجيه سيستم لعب يبقى مقارب للفريق الاول, بتبقى ليك سيستم لعب وطريقه لعب موحده اذا كان زي الفريق الاول, تنقل المدرسه التشكيه تبقى موجوده عندك هنا بسيستم لعب بطريقه لعب اللي هي المدرسه الاوروبيه يعني. فيمكن الحمد لله انا شايف ان احنا اختلفنا حتى مش فرقتي بس, كل الفرق اللي موجوده هتلاقيها بتلعب بشكل واحد يعني. وده اعتقد ادى اريحيه كبيره جدا للناس وقطاع الناشئين في النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله. وزي ما انا سمعت كابتن خالد بيبو وهو بيتكلم من شويه في التقرير اللي كنا عاملينه بيقول لك اهم حاجه او نمره واحد ان لما الفريق الاول احتاج لاعب في قطاع الناشئين كان موجود وكان متواجد وكان بيلعب بشكل اساسي على الرغم انه ما كانش بيلعب في مكانه كمان. ده حقيقي. يمكن هو كوكا هو اللعيب كان هو اصلا وسط ملعب مدافع. انا اتفاجئت حتى ان هو مستر موسيماني استعان بيه في جهه شمال وادى بشكل رائع. أيوه. فهي دي بقى ده الغرض من قطاع الناشئين كله. ان انت هتدعم ازاي الفريق الاول يبقى عندك سيستم واضح للعيبه. اللعيبه اللي عندك لازم تبقى طالعه جاهزه فاهمه هي هتلعب درجه اولى ازاي وسيستم اللعب ازاي. عشان كده بقول لك كان مهم جدا وجود الخبير التشيك راجل مستر بروكيتش يبقى موجود. الاستراتيجيه اللي موجوده هي نفس اللي بتطبق الفريق الاول. عشان أيوه. كده لما تيجي تستعين بلعيب عندك بيطبق بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه. ايوه. وده اللي نجح فيه الحمد لله. يمكن كوكا ادى بشكل كويس لان طبعا الفريق الاول مليء بالنجوم. تمام. بس هو حظه حلو. مش عارف اقولها حظ ولا ايه. لا هي حظ. دايما توفيق وحظ يعني. دايما في توفيق واجتهاد وحظ. أيوه. دايما لعيب الكوره احنا كلنا كابتن اسلام لعبنا ازاي ما هي توفيق وحظ. صح. لعيب مصاب من الفرقه الاولى والتاني واخد انذار فانت الثالث او الرابع انت طب خش كده فبتثبت نفسك. فلفت الانتباه واجاد خلاص. هو كوكا اجاد الحقيقه. لا اجاد جدا وفي مركز مش مركزه. ودي تحسب له وتحسب للمنظومه كلها. وتحسب للكابتن خطيب للرؤيه نفسها اللي موجوده والسيستم اللي هو حاطه. لان احنا الحمد لله يمكن السنه دي بالذات انا اتكلمت مع كابتن الخطيب واتكلمت مع الناس كلها واللجنه الفنيه اكتر من مره الحمد لله. لقيت في توجيه شديد ان القطاع الناشئين بصراحه من السنه دي هيبقى حاجه مختلفه وده اللي حصل فعلا. فانا عشان كده دايما بحييهم في كل حته وفي كل مكان ودي اقل حاجه نعملها ان شاء الله. هم عايزين قاعده ناشئين. ايه اللي غير غرض من قاعده ناشئين يا كابتن اسلام؟ اللي هو افيد الفريق الاول. نمره واحد عندي افيد الفريق الاول. لو تبص على كم تاني حاجه ان انا اطلع كم لعيبه من عندي اعراض
يطلعوا ياخدوا خبرات ويرجعوا لي تاني. ايوه وده اللي حاصل. بص كم اللعيبه اللي عندك متوزعين على الانديه دلوقتي، ما شاء الله حوالي 11 لعيب من فرقه 99 و2001 طالعين اعارات. عبد القادر ده كان مطلعه وخدته تاني من التشيك، رجع وبعد كده طلعته تاني سموحه، بص دلوقتي بقى عامل ازاي. ياه اه طبعا محمود عبد القادر، فده واحد من الامثله ولعيبه كتيره جدا ممكن اجيب لك اسماء كتيره. بس بمناسبه 99 وما يقال في هذا الموضوع، يعني شويه اتقال ان في ماتش فاصل، شويه مفيش ماتش فاصل، شويه طيب اصل الاهلي هو البطل، طيب اصله لا مش الاهلي هو البطل، طيب احنا هنقول لكم خلال الفتره الجايه، طيب احنا هنلعب ماتش فاصل، ايه الموضوع ده من وجهه نظرك يعني؟ والله يا كابتن اسلام انا الموضوع بالنسبه لي بقى، لان انا جوه بالظبط جوه الاوضه نفسها، فانا عارف الكواليس كلها. يمكن احنا المسابقه كلها كانت قايمه من دور واحد وده اصلا مش مظبوط، يعني انت حاطط مسابقه من دور واحد، فخلاص قلنا في ظروف طارئه حطيتك لكده، خلاص حط يبقى في لوائح موجوده من الاول بتنص على ان في دوري، ما انا ما ينفعش ابقى كسبانك في وجهات مباشره، انا اللي كسبانك وانت تاخد مني البطوله، ما ينفعش. ايوه مين يقول كده؟ فاهم قصدي ايه؟ بس فانت مطالب منك ان انت قبل ما تحط اي قرارات تبقى عارف القرارات اللي انت هتعملها، لان انت حاطط جدول مسابقات ومش حاطط له لوائح، ما ده مش مظبوط يعني. ففي خطا شديد، انا شايف الاتحاد الكوره اخطا خطا شديد في النقطه دي بالذات، فلازم يبقى في حل رادع وسريع واجابات سريعه لاسئلتنا. يعني انا اللي دايما بقوله ايه، انا قلته حتى في البدايات، قلت يا جماعه ما فيش مشكله ان انت تقول ان الاهلي خد البطوله او الفرقه الفلانيه خدت البطوله، لكن في النهايه قول، انا عايزك تقول يعني دي. انا عايزك تقول لي العب حتى ماتش فاصل او مش هلعب ماتش فاصل، يبقى الاهلي هو اللي هياخد البطوله، لا مش الاهلي اللي هياخد البطوله، الفريق اي فريق تاني هو اللي هياخد البطوله، وبالتالي انا بناء على النادي الاهلي او بناء عليه انا كنادي اهلي ابتدي اتحرك اشوف انا اقدر اعمل ايه. صحيح وحافظ على حقوقي. ما ده اللي بنتكلمنا فيه. يمكن احنا طول احنا فرقه 99 يا كابتن اسلام لغايه دلوقتي بتتمرن. ياه والله العظيم، يمكن من الاسبوع اللي فات بداوا خلاص، قلنا لهم خلاص ريحوا. ايوه اصل هتعمل ايه؟ مش عارفين حاجه، بقى لهم سنه يعني داخلين على شهرين بيتمرنوا. مرانه من غير بقى مستنيين الماتش الفاصل، مفيش هدف مستني. ما انا هتيجي تفاجئني تقول لي العب بكره. ايوه صح، فاهم قصدي ايه؟ وانا مش عايز يبقى حد ماسك، يعني مش عايز اعذار عندي. آه. انا راجل ببقى جاهز. وده اللي انا بعمله كنادي اهلي دايما، انا جاهز لاي حاجه. طب كابتن خالد فعلا كان كل يوم ويوم الاولاد بييجوا يتمرنوا شهرين متواصلين. طب وبعدين ما هو مش عارفين حاجه، وفي الاخر تيجي تقول لي احنا المسابقه ما فيش اجابه للموضوع ازاي يعني؟ يعني النهارده هو منزل في البيان بتاعه كل ما يخص كل المسابقات، حتى النسائيه، حتى الصالات، حتى كذا حتى كذا، فيما عدا دوري الممتاز، وده طبيعي لانه لم ينتهي. طيب كاس مصر طبيعي لانه لم ينتهي، ولكن 99 حتى ما جابش سيره الموضوع، ما جابش سيرتها، مش موجوده. على فكره انا ما عنديش مشكله ولا اي حاجه مع اتحاد كره القدم او لجنه، ولكن انا كل اللي انا عايزه ايه، اعرف بس هنلعب ولا مش هنلعب. طيب لو ما لعبناش يبقى الاهلي البطل ولا مش الاهلي؟ طب لو لعبنا هنلعب امتى وفين وازاي؟ ما يا كابتن اسلام هي دلوقتي هي الموضوع من الاول مش مظبوط. طيب انت حطيت نفسك في مشكله ان انت اللي بتطلع الاجابات كلها من عندك. ايوه فحضرتك لازم تطلع تقول لنا. باشمهندس احمد مجاهد راجل محترم جدا ونزيه جدا على فكره. أيوة. وحاجه قمه في الاحترام يعني. مظبوط، ولكن انت ماسك منظومه كبيره. أيوة. منظومه يعني هو النهارده يعني قال برضو حاجه لطيفه جدا، تساؤلات كتيره. قال حاجه لطيفه جدا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنه الثلاثيه التي بتدير نادي اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك، اتكلم وقال ان المهندس احمد مجاهد كلمه وقال له عايز تاجل ولا مش عايز. على فكره يا ناس ممكن تاخد ان انا لا، حقه ان هو يعمل كده على فكره، ولكن هي القصه كلها في ايه؟ طب الباقيين بقيه الانديه ايه؟ ما يعني الاهلي هيلعب افريقيا بالمناسبه او نهائي افريقيا يعني. بالظبط، يعني انا بمثل مصر. طب انا لما انت بتوجه لرئيس نادي تاني منافس يعني لا ما عنديش مشكله، بس انا قصدي يبقى ده كله مع الناس كلها، مع الناس كلها، ما بقاش مع حد بعينه. بالظبط يعني. كده يعني لو عمل كده مع النادي الاهلي يطلعوا يقولوا لنا يا جماعه لا احنا عملنا كده مع النادي الاهلي 1 2 3، هنطلع نقول لهم شكرا ليكم جدا، وهنطلع نقول للجمهور على فكره اللجنه الثلاثيه عملت وخلت وسوت وبتاع. فالحقيقه في كذا موضوع كده ملخبطين، على الرغم من ان هم ممكن سهل جدا يخلصوه. ده حقيقي. يمكن انا برضو اللي مضايقني كله في الموضوع دوت، انت يعني لازم يبقى في شفافيه في التعامل. لو هتبقى مش عايز اقولها يعني، خليك صارم، يبقى صارم مع الناس كلها، عشان بالزبط. طول ما في عدل هتلاقي، والعدل والمساواه دي كلها لو انت رئيس منظومه كبيره لازم هتلاقي الدنيا. يعني احسن مثال على كده عندنا الحمد لله، يعني الكابتن محمود الخطيب في عدل ومساواه وفي قيم ومبادئ راسخه على الناس كلها، ففي نجاح. فالحمد لله ده مش كتير.
ده مش كتير. صح. واحنا بيتضرب بينا المثل ليه والناس بتجري تعمل زينا ليه؟ ناس هنا وبره الحمد لله يعني في كل حته. النادي الاهلي دايما هو مثل للنجاح ومثل كل ما بنعمل خطوه جديده كل الناس بتجري تعمل زينا. فانا رايي لازم كمنظومه كبيره كاتحاد كوره في مصر لازم يبص على مش عيب ان انا اتعلم من اخطائي. بس الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط وده باين النهارده بالمناسبه في الخبر اللي احنا قلناه تعاقد نادي البركان مع مدير فني من الكونغو. ليه؟ عشان هو شاف نجاحات موسيماني مع النادي الاهلي فبالتالي ليه لا؟ ليه ما نشوفش المدربين الافارقه في كل حته؟ نشوف شريف عبد الفضيل بيمسك فرقه في جنوب افريقيا ومدربين في جنوب افريقيا يجوا يمسكوا هنا زي ما النادي الاهلي عمل في المغرب وفي كل حته في افريقيا كلها. مجرد نجاح موسيماني عندك شوف فتح باب لكل المدربين الافارقه هيشجع كل الفرق الشمال افريقيا وشرق والشرق الاوسط كله انه يفتح مجال مع المدربين الافارقه. انت شفت عملت ايه يعني النادي الاهلي فتح بيبان كتيره جدا. مظبوط. نجاح مستر موسيماني عندنا الحمد لله لان النادي الاهلي قادر انه ينجح والراجل عنده فكر وقدر يطبقه مع نجاح المنظومه نفسها. مظبوط. فعشان كده المنظومه كلها نجحت. فاتمنى طبعا ان الفكره دي توصل للناس كلها واحنا يبقى لنا باع كتير يا مسهل يا رب يا مسهل الحال بنفتح المجالات في كل حته. هو خدني في دوكه وما خلينا نطلع نشوف تقرير عن شريف عبد الفضيل ونرجع نكمل مع حضراتكم. الجون الاخير ده اللي انت بتقول لي عليه احكي الحكايه. مفيش ولا كان الفاول بعيد قوي وكنا ما خسرانين 1-0 يمكن حسين ياسر جاب جون فينا في اول دقيقه مثلا. فنازلين خسرانين 1-0 الجون ده. انا كنت بلعب باك رايت الماتش ده بالمناسبه يعني طبعا الباك رايت ده هنرجع نتكلم لينا حاجات كتيره فيها دي. كان الكابتن اسلام هو اللي كان بيدعمني بصراحه في النقطه دي بالذات يعني. انا طبعا الفاول لما جه ابو تريكه واقف جنبي شريف سيبها دي بعيده عايز ارفعها قلت له بقى سيبنا بقى تريكه بقى ادينا فرصه بقى. ايوه صح ابو تريكه هو اللي عدى على الكوره صح؟ هو اللي عدى وكان عايز يعملها اوفر. هو عايز يعملها بقول لك بعيده جدا فبيقول لي بعيده سيبها قلت له لا سيب مين؟ دي بتاعتي دي حاجاتي. فالحمد لله ان انا كان في توفيق كبير جدا من ربنا وكنت انا كتير جدا في التمرين بتمرن على التكنيك نفسه ده ان انا ازاي اشوط بالطريقه دي كان يعني. مانويل جوزيه لا دي كان الكابتن حسام بدري الكابتن حسام اوكي دي الولايه اللي بعديها جه الكابتن مستر مانويل جوزيه يعني. كان مستر مانويل ده انا ليا قصص معاه ده انا اشتغلت باك ليفت وباك رايت وليبرو وحواديت يعني هو كان بيحبك مانويل كان بيحبك كان بيحب النوعيه بتاعتنا دي بس يمكن هو ليه بيخلي اللعيب يشتغل بطريقه معينه. طيب برضو في الفتره دي كانت فتره مهمه جدا للنادي الاهلي خدت بطوله افريقيا 2012 2013 12 ما كانش فيه حتى دوري في الفتره دي ما فيش حاجه خالص لا يمكن احنا كانت اصعب بطوله بالنسبه لنا بالذات يمكن بعد احداث بورسعيد بقى ما فيش كوره خالص ما فيش الدنيا واقفه الماتشات الوديه كنا بنلعبها مع بعض مش عارفين نجهز يعني عايزين نلعب ماتش ودي عشان نجهز نعرف نلعب حد مش عارف مفيش فرق مرن ممنوع لعب فبقينا نلعب ماتشات وديه مع بعض. أيوة. واشتغلنا في الحمد لله يمكن كان كل هدفنا البطوله دي نهديها للشهداء واحداث بورسعيد والكلام ده كله يعني. طبعا فالحمد لله يمكن كان توفيق من ربنا كبير جدا اشتغلنا في فترات صعبه جدا رحنا كان في ماتشات لا دي كانت يمكن انا الفترات دي كابتن اسلام يمكن قبل البورسعيد كان في المحله اتحبسنا في المحله بعدها بورسعيد رحنا ملعب المالي في مالي حرب اهليه عذاب حرب اهليه والله العظيم قعدنا اسبوع محبوسين في الفندق مع الكابتن محمد يوسف مع الكابتن محمد يوسف ما بنعملش حاجه قاعدين محبوسين في الفندق وضرب نار حوالينا في مالي هناك. ايوه رجعنا في طياره حربيه 17 ساعه 17 ساعه كان مع مستر مانويل جوزيه 17 ساعه رجعنا احنا لعبنا العوده كان الملعب المالي كسبنا الحمد لله 3-1 لما تريكه حط الهاتريك وكسبنا الماتش ده بعدها مستر مانويل جوزيه مشي جه الكابتن حسام بدري بقى هي دي بقى الفتره اللي بقول لك عليها كان بعد الاحداث على طول دي فبدانا بقى نلعب ماتشات وديه مع بعض بدانا ماتشات بره وجوه والحمد لله كان في توفيق ويمكن احسن البطولات اللي عملناها يمكن انا ماتش الترجي اللي كان عندنا هنا احنا لعبناه في اسكندريه كنت انا بادئ باك ليفت كنت بلعب على صامو فوق الكابتن حسام بدري قال لي على ده عشان ده السريع بتاعه انا وليد سليمان الحمد لله الشوط الاولاني ده خد انذار وده خد انذار توقفوا الماتشين اللي هناك. طب ده حلو قوي فما لعبتش بقى باك ليفت ما لعبتش خالص قعدت لا كنت خدت كدمه كده فقعدني في الماتش اللي هناك يمكن كسبنا الحمد لله هناك الماتش اللي بعديه وبعد كده البطوله اللي بعديها الكابتن محمد يوسف 2013 اول ولايه فنيه ليه
بدأنا على طول الحمد لله معاه. بدأت بقى باك رايت في يمكن أدوار المجموعات ودور ال 16 وال 8 ودور ال 4 كل ده بدأت بقى مرة سيرد باك ومرة باك رايت، مرة سيرد باك ومرة باك رايت. فنشت الحمد لله يمكن في أورلاندو هناك أنا ولا أحسن لعيب في الماتش الأولاني هناك، والعودة هنا أنا اضطردت في الدقيقة الأخيرة في آخر 10 دقايق كده اللي هو كان نهائي في المقاولين ده. أيوه. من احسن الماتشات اللي عملتها الحمد لله، كان في تركيز شديد جدا. استاد المقاولين كان متقفل النهائي دوت، كان ماتش قمه في الروعه. يمكن الواحد بصراحه لما بقى يعني بدانا نشوف في بطوله اوروبا الجماهير لا بقت شم نفسك، بص عارف انت شم نفسك يا مسهل يا رب يعني، لان حقيقي الكوره من غير الجماهير ولا حاجه ولا حاجه. صح ده صح. حقيقي يعني والحمد لله. يمكن بعدها خدنا السوبر افريقيا، في سوبر افريقيا وبعد كده خدنا بقى دخلنا على الكونفدريشن كاب اللي هي الكونفدراليه دي اللي كانت مع مستر جاريدو. الحمد لله برضو انا اللي في اخر ثانيه يعني كنت راجع من اصابه 3 شهور رايح مع كمل انا كنا انا وعبد الله السعيد يعني رايحين مكملين السكور يعني اللي هو رايحين 16 لعيب بالظبط 16 لعيب، فانا رايح مكمل. فبعد بالظبط ربع ساعه لقيت مستر جاريدو بص لي كده قال شريف ومسخن السيد عبد الحفيظ قعد بره، قلت له يا كابتن سيد انا لسه راجع مش شايف بالظبط مش معقول. قال لي معلش بين الشوطين انا اول تغيير تاني باك ليفت والله العظيم يعني هو نزلك بعد ربع ساعه الماتشات اللي عملتها وجبت جون واتلغى وعملت الجون وبص مكسر الدنيا يعني من احسن الماتشات اللي انا عملتها سبحان أنا. الله والله العظيم راجل مستر جريد طلع بعد في المؤتمر الصحفي ما بيتكلمش غير على شريفه فضيل رجعنا بقى لعبنا العوده الحمد لله بدات باك ليفت برده بس طبعا اكيد مش بنفس الكفاءه يعني بس ادينا المهمه الحمد لله لغايه ما عماد جاب وليد سليمان وعماد جاب عماد جاب في النهائي دي دي كانت اخر بطوله افريقيه معايا يمكن الحمد لله بدات تفتح الحمد لله في الاخر اهي من ساعتها دي كانت اخر بطوله لان انا خلاص بعدها لا الكونفدراليه كانت اول كونفدراليه بتخش مصر دي حقيقي الحمد لله انا عشان كده كنت مبسوط قوي بالبطوله دي يمكن انا كده حققت كل البطولات الافريقيه مع النادي الاهلي الحمد لله يعني كاس السوبر والبطوله الافريقيه والكونفدراليه يبقى كده خدت كله الحمد لله هو ده الطموح خد بالك هو ده الطموح بالظبط البطولات هي الطموح في كل شيء ان انت ازاي تصل الى الطموح اللي انت عايزه من خلال البطولات اللي انت يعني انت دلوقتي قاعد معانا متواجد ملايين جماهير النادي الاهلي بتتفرج عليك بتتفرج عليك وانت بتتكلم عن البطولات اللي انت خدتها طبعا. هو ده طموحك صحيح لازم يعني انا الحمد لله محقق 4 بطولات دوري واثنين كاس افريقيا واثنين سوبر افريقيا واثنين دوري ابطال افريقيا وواحد كونفدراليه وكاس مصر والسوبر مصري والحمد لله كل ده انا خدته فانا الحمد لله مبسوط يعني الحمد لله حققت كل البطولات اللي في النادي الاهلي فده وبعدين انا اعتبر بالذات بطولتين كابتن اسلام 2013 14 12 و13 دول اصعب بطولتين دول حقيقي اصعب عشان ما كانش فيه حاجه خالص ولا جماهير ولا كان في اي حاجه عايزين نروح للجمهور طبعا عشان نشارك الجمهور معانا في الـ في الـ في الكلام مساء الخير يا كابتن شريف ده حمو الاهلاوي وحشتنا جدا والله انت من احسن الناس اللي كنت بتمتع وانا بتفرج عليها حمو النجار احمد مرعي بيقول اغلى هدف سجله شريف عبد الفضيل مع الاهلي غير مدفع الزمالك كان المقاولين لان ده كان اخر ماتش حطيته بالهيدرز يعني كان ده اخر ماتش لينا وكان لازم نكسب ماتش المقاولين ده عشان ناخد نختم بطوله الدوري يعني كابتن شريف المحترم جدا منور بيتك ومنور الشاشه وسعيد جدا بوجودك اشكرك جدا ماذا بينك عشان تلف وترجع للاهلي بعد ما كنت في طريقك للزمالك والناس كلها قالت خلاص شريف في الزمالك وايه سبب تغيير رايك السريع ده قصه طويله قوي دي حبي للمكان ومكالمه الكابتن خطيب ليا طبعا غيرت كل شيء وبعدين انا كنت واخد قرار من بدري ويمكن اخويا اتحبس 9 ساعات في نادي الزمالك وانت عارف ان اسلام اتعرض عليا مبالغ اضعاف ما كنت هاخد لان انا خلاص كنت همشي فانت عشان ترجعني هتعمل ايه المنطق بيقول ايه اديك فلوس اكتر لازم على العرض انت ما كانش طموحك بقى في الفلوس ساعتها خالص يا كابتن اسلام الحمد لله يعني يمكن انا عمري ما ندمت لحظه على القرار دوت مع احترامنا لاي حد يعني عمري ما ندمت لحظه على القرار دوت اتعرض علينا فلوس كتير جدا في وقت كانت الفلوس كمان ليها يعني قيمتها كبيره يعني يعني كانت قيمتها كبيره وبتتكلم هديك سنتين كاش هتاخد سنتين بتوع الكاش خلاص بس ارجع وتعالى دلوقتي وكان في ماتش كانت ودي مكالمات يعني من بعض المسؤولين في نادي الزمالك بيقولوا لك هذا الكلام يا كابتن خلاص انا
فيش. انا رحت المفروض ان انا اطلع لو رجعت كان في حوالي 20,000 في استاد كان بيلعبوا ماتش ودي, ومفروض ان انا كنت احتفل معاهم في اليوم ده مع الزمالك. مع الزمالك ان انا موجود في, كان في ماتش ودي مع نادي الترسانه وكان في موجود حوالي 20,000 متفرج, وساعتها حتى جابوا حد غيري لف حوالين التراك ان انا هو دوت, وقصه حصلت كده. اه والله ازاي يعني, لا قول لي كده. جاب واحد مكاني شبهك يعني؟ لا جاب واحد مكاني وقال هو ده شريف, وقعد يلف التراك بيه وبتاعه. وهي الناس ما تعرفش شريف يعني؟ لا ما هو في الماتش بقى في وسط الملعب ما حدش ياخد باله بقى. لابسينه فالينا وقعد فعلا؟ اه والله. ده وصل في الوقت ده مسؤولين من نادي الزمالك كلموك؟ مسؤولين فعلا من نادي الزمالك كلموني وتواصلوا معايا كتير جدا, بس انا خلاص انا واخد قراري وعارف انا رايح فين بالظبط يعني. ايه اللي حصل بقى في الوقت ده؟ فيش, يمكن الكابتن خطيب طبعا بعد المكالمه ديت, ومهندس عادل القيعي اللي دور كبير جدا, استاذ محمد يوسف اللي دور كبير جدا, انا مش عايز انسى حد بس من الناس كلها. مين تاني يمكن, هي الناس دي, مهندس عادل القيعي لان هو ده المهندس فعلا بتاعنا بتاع الصفقات طبعا, مهندس كل الصفقات طبعا, وكابتن محمود خطيب بعد المكالمه التليفونيه اللي تمت. انا توجهنا للاستاذ محمد يوسف على طول, ومهندس عادل القيعي كان موجود, والاستاذ محمد يوسف كان موجود برضو, استاذ محمد ابو هاب, الحاج محمد ابو هاب واستاذ محمد يوسف, عشان برضو ما انساش حد يعني. ايوه, والمهندس عدلي. فروحنا قعدنا ما فيش 10 دقائق الحمد لله يعني الموضوع تم, والله العظيم 10 دقائق بالظبط مضيت على بياض ومشيت, ولا حتى عارف عايز ايه, ولا الناس قاعده مستنيه وبتشوف. ما فيش خالص, مستنيين الناحيه الثانيه وعمالين الاتصالات وجايبين حد وماشيين وشغالين في استاد الترسانه, ولا مش موجود خالص. فالحمد لله الموضوع انتهى على خير, و ألف حمد وشكر ليك يا رب. مبسوط جدا الحمد لله. الحمد لله. ناس كتيرة في الوقت ده قالوا لي يا شريف لو فكرت 100 مرة, لو فكرت يعني ان انت يرجع بيك الزمن هتقرر تعمل ايه؟ قلت لهم لو رجعت مليون مرة هاخد نفس القرار. هتختار النادي الاهلي. طبعا. انجي بتقول مساء الخير يا كابتن اسلام, منور, اشكرك جدا, اسئلتي لكابتن شريف. دي اسئلة كتير. ايه اسباب خسارة الدوري؟ ايه خساره الدوري؟ خساره الدوري بتاعكم يمكن, ممكن اللي هو 2003 يعني. لو ابعت لنا قول لنا برده, وايه محتاجه قطاع الناشئين علشان يوصل لمرحله ان يحقق اكتفاء ذاتي للفريق الاول في كل المراكز؟ ايه رايك في التوجه لحال اتحاد كره القدم, وشايف ايه الحل في الوضع ده؟ ده مذاكره. حاجات كتير قوي. اسئله مذاكره. لا يمكن بس الخساره, انا قلت لك انا توليت المهمه بتاعه الفريق. وكان فارق 12 نقطه ما بينك وما بين الاول, بيني وبين الاول. أيوة. المنافسه كانت بين انبي والزمالك مثلا, واحنا كنا رابع او كنا خامس او رابع حاجه كده. فالحمد لله احنا جينا من بعيد. كابتن شرف اشتغل بس هو ما كملش يعني, كان لسه هيشتغل. يعني طبعا بالظبط يعني بنكمل بعض يعني. بالظبط. فالحمد لله احنا من 12 نقطه بين نقطتين, وانا كسبانه في المواجهات المباشره يعني. ده اللي هو خد البطوله, انا كسبانه في المواجهات المباشره يعني. فكان لو حصل له اي درون كنت انا اللي هبقى يعني صاحب اللقب يعني. ده تمام. بس السؤال الاول, السؤال الثاني ده يا اسئله كتير. طب كفايه اسئله. ميرو الالوي بتقول لك النهارده بيتك كابتن ليا, عندك سؤال كان يا كابتن ليا, عندي ليك سؤال بس, انت فين انت وكل ابناء الاهلي من اللي بيحصل ده, ولا انتوا مش عارفين اللي بيحصل؟ بيحصل ايه اللي بيحصل ده؟ ميرو ابعت لنا كل الاسئله. قول لنا بس. تقول لنا اسئلتك ايه اللي نرد عليك على طول. احمد ماهر بيقول لك اصعب بطوله حصلتها مع الفريق وافضل بطوله. هي انا بالنسبه لي دي 2013 احسن بطوله, بس اصعب بطوله 2012. طيب بوكا بيقول لك ومين مجنون يرفض الاهلي القضية ممكن. تحياتي, بنحبك جدا, اطمنا على فرق الناشئين. علاء حجر, حكايات تاريخيه, كلمنا عن موقف لا تنساه مع جوزيه. لا جوزيه ده مواقف كتيره. طيب عشان يقعد يحكي لنا على مواقف جوزيه, خلينا نطلع فاصل, وبعد هذا الفاصل نرجع لكابتن شريف عبد الفضيل. جون حلو صراحه. يعني تقدر تتفرج عليه مره. لا والفتره دي كان عندي ضغط شديد. انا كنت الصفقه الوحيده في الفتره دي, وكان عليا ضغط اعلامي رهيب. الناس كلها كانت مستنيه. لا والناحيه الثانيه بقى كان في لود ضغط شديد قوي يا كابتن اسلام بجد. لو طلعت حتى ان انا بضرب على صدري بعد الجول بغل. ولان انا كنت عايز اثبت نفسي باي شكل بالاشكال. مش عشان خاطر حد, لا لا, عشان نفسي وعشان خاطر المكان اللي انا فيه طبعا. طيب لو خلينا نروح بقى لمجموعه الشائعات اللي بتحصل خلال هذه الفتره على معظم لاعيبه النادي الاهلي, وانا دايما بستغرب ويبقى عندي علامات استفهام كبيره جدا لهذا الموضوع, بالنسبه ليه دلوقتي وليه بعض اللاعبين الكبار اللي موجودين في الفريق الاول.
ده طبيعي. انت عديته طبعا بكل الحاجات دي. طبعا يا كابتن اسلام احنا لو كان حصل حاجه اوضه اللبس دي دايما فيها حاجات كتيره جدا طبعا، خلاص، وكواليس كتيره جدا، وهنتخانق انا وانت في ثانيه هقوم اصالحك، مفيش مشكله بتحصل يعني. في التاكلنج هعمل عليك تاكلنج، في التقسيمه هعورك، بس هقوم حبيبي ولا يهمك وبتاع، وهنقوم وخلاص. وانا بعمل عليك التاكلنج هتقوم انت تخبطني بالرجل، تمام، بس هتقوم بعدها نبص لبعض عادي جدا وهنرش بعض بالميه والموضوع خلص، مفيش اي مشكله. لازم الناس تفهم ايه العلاقه بين لعيبه الكوره مع بعض، خلاص، في اوضه اللبس والملعب وفي التدريب حاجه، ها، والاعلام بيوصله للناس دي حاجه تانية خالص، في اعلام معين عايز يوصل حاجات معينه عشان يهد استقرار الفريق، يهد استقرار الفريق الناجح، يهد استقرار الفريق البطل، هي دي المشكله. بس الطبيعي يعني ان انت ممكن تتخانق مع زميلك، او مش تتخانق ولكن يحصل اي حاجه بينك وبين زميلك في الملعب، طبيعي يعني. ده طبيعي جدا، بيحصل في العالم كله طبعا. ده طبيعي جدا. ده سير أليكس سوري يعني مسك الشوز وحدف بيكهام في اوضه اللبس، يعني السير أليكس، ودول يعني مثال لكره القدم الاحترافيه. خلاص، بيبقى في سوق بين المدرب واللعيب، بين اللعيب واللعيب، ياما حصل مشادات كبيره جدا. ساديو ماني وصلاح، ساديو ماني في دماغه. اكتر حاجه انت شفتها ايه وانت بتلعب؟ حصلت بينك وبين مين؟ حصلت قدامك ما بين مين ومين؟ ايه اللي حصل ولقيتهم في ثانيه بقوا كويسين او انت بقيت كويس؟ لا، يمكن حسام غالي دايما كان مشكله كبيره جدا مع وائل جمعه في الملعب، الاثنين سخنين، ممكن عادي بقى في كلام بيحب يرقص، والتاني وائل مشدات بينهم بالكلاميه وبتاع، ولكن مفيش، واحنا خارجين اتنين واخدين بعض وبيحضنوا بعض، مفيش اي مشكله خالص. شفت ده كتير قدامك؟ كتير جدا، ومعايا انا يعني معايا انا مع حارس المرمى، كان مع واتيفر الجول كيبر اللي بيلعب ورايا والسيرد باك اللي جنبي، بيحصل كتير جدا. احداث كبيره جدا يعني. لكن التوقيت، انت المفروض كل مصر في ظهرك وكل مصر بتدعمك خلال هذه الفتره، لانك داخل على دوري، على نهائي دوري الابطال، وممثل مصر الوحيد، وبالتالي المفروض ان كله يدعمك يعني. ده طبيعي، بس هي المشكله ان انت في ناس بتحاول زي ما بقول لك عايز توقع الفريق واستقرار الفريق. انت راجل بتمثل مصر، يبقى انت في هنا جهه منوطه بهذه الامور اللي هو اتحاد الكوره، ده لازم يدعمك ويقف جنبك، لان انت بتمثل مصر، انت بتمثلش نفسك بس. أيوة. قدر الله انت لو خسرت ولا حصل مشكله، ما انت فريق مصري. يبقى كده الجهه المنوطه لاتحاد الكوره لازم تبقى واقفه معاك بشكل كويس، لازم تبقى سبورت ليك جدا في الدعم. أيوة. ليك في كل حاجه، دي حاجه. تاني حاجه بقى الاعلام، الاعلام الرياضي كله اللي موجود في مصر لازم يتحرى الدقه كويس جدا، مش اي خبر يطلع لازم يتقال، لازم يبقى فيه، مش كل شويه اقعد اقول خبر وبعد كده اطلع سوري انا اسف معلش ما كانش قصدي، ما حصلش، انا مش انا، ده هو. فما انا مش حابب كده، انا لازم يبقى في مصداقيه في الاعلام. عندك مصداقيه، حضرتك هتقول خبر لازم تبقى متاكد منه 200-300%. خصوصا يعني لما تبقى النادي الاهلي يا اخي، استنوا بس لغايه لما يعني نهائي دوري الابطال يخلص، وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عايزينه، لان خلال هذه الفتره الموضوع صعب مش سهل يعني. احنا بنحترم كل الناس واراء كل الناس، ما عنديش مشكله، بس انت بتعمل عدم استقرار للفريق، وده فريق بينافس على بطوله كبيره بتمثل البلد. فانا حضرتك من مصلحتنا ومن مصلحتك ان انت يعني تساعد على استقرار الفريق. ده اللي احنا عايزينه، انما انت ما ينفعش ان انت كل شويه تطلع تقول اصل معلش في خبر جانا 100% صح وبتاع واخبرنا واسرارنا، وفي الخبر بعد تاني يوم الاقيك انا اسف يا جماعه الخبر ما طلعش صح، بتكذبه، مش ممكن يعني. وبصراحه بقى لو تاخد بالك انت اسلام وانت عارف بقى كتير قوي ده، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا دايما بتحاول ترد بس بتلاقي الموضوع كتير قوي ومش منطقيه في نفس الوقت. بالزبط. يعني انت بتلاقي الموضوع مش منطقي فمش عارف ترد عليه. حد يقول لك ايه اصل الشناوي، على فكره ما ممكن تحصل حتى يعني، انا لا نقر بان ده حصل بالمناسبه لانه ما حصلش، ولكن في الاخر حتى لو حصلت ما هو بيحصل كتير، عشان كده بس كابتن شريف، كابتن اسلام، ده طبيعي جدا جدا ان يحصل صدام بين اتنين لعيبه، سوء فهم، لعيب بيزعق لي خش جامد انت شويه يا عم انت خليك انت لو عندك بالمناسبه انا بمثلها لك بالظبط اهو، هشوح لك كده بايدي خليك انت في جونك دلوقتي مش عارف ايه، عادي جدا. عارف واحنا طالعين اوضه اللبس حبيبي يا شيري يا حبيبي يا شيري خلصت بس خلاص ده طبيعي جدا. يعني لو انت مدير فني وعندك اللاعب بتاعك اللي بيشوت ركله الجزاء رقم واحد عندك في الفريق في 2005 شوت ركله الجزاء رقم واحد ضيع، جت بلانتي تاني ماتش هتخليه يشوت ولا لا؟ حصلت، خليته شوط، خليته هو وشه ودخل حطها في 2005 وجي بس دماغي ولد صغير. طب يبقى انت مدرب شاطر يا كابتن، ده حصل. ولد اسمه فارس كمان في 2005 بنلعب ماتش رسمي، هو هو انا حاطه رقم واحد في ضربات الجزاء، دخل شوط ضيع اول واحده حلو خلاص،
جات واحده تانية طبعا زمايله نفس الماتش نفس الماتش ده انت كمان لا الحمد لله كنا بنكسب كتير يعني فجات له واحده تانية فاللعيبه زمايله بقى عايزين قلت لهم هو فارس شاطها الحمد لله وحطها جالي جري وهز دماغي وبتاع قلت له يا حبيبي انا معاك انا في ظهرك انا الثقه بتاعتك على الجانب الاخر لو عندك حارس المرمى الاساسي اخطا تعمل معاه ايه ولا حاجه دعمه ده الكوره احنا بقى كابتن اسلام الكوره دي هتغلط دي لو ما غلطتش يبقى في حاجه غلط انت لو ما غلطتش بالظبط انا هعمل ميس باص انا مدافع كان بيتعدى مني لازم حد يرقصني ويعدي مني واقف غلط في الكوره امال هتعلم ازاي مهما بص كل يوم هتتعلم وكل يوم هتغلط هتبقى 10 مرات كويس بس لازم تغلط خلال الفتره الاخيره برضو بيتعرض الكثير من لاعبو النادي الاهلي الانتقادات على ادائهم رايك في هذا الموضوع ده طبيعي جدا بس انا في ناس عايزه تهد استقرار الفريق دي قصه تانية ولكن انا اللعيبه عندنا انا شايف ان هم استحملوا كتير جدا وبشكرهم وبشكرهم على ادائهم وعلى قوتهم وقوه شخصيتهم الفتره اللي فاتت يا كابتن اسلام لان هم خدوا بطولات في ظروف صعبه جدا رغم الضغط الشديد الجماهيري اللي عليهم والاعلامي اللي عليهم ان هم مش هيحققوا حاجه وان هم اقل من مستوى بالعكس كل يوم بيثبتوا ان هم لعيبه على اعلى مستوى لعيبه امكانياتها عاليه جدا لعيبه ذو شخصيه عاليه جدا كل الناس بتثبت عكس ده اخرهم حسين الشحات مثلا الراجل ده نال ما نال من الضغط الاعلامي والصخب الاعلامي عليه ولكن كل مره بيثبت ان هو لعيب كفء ولكن هي مشكله حسين الناس بتقيمه على القيمه الماليه مع ان القيمه الماليه اقل من كده بكتير مبدئيا يعني ولكن الراجل بيثبت الجول اللي جابه امبارح ما اتحسبش ده لو اتحسب ده احسن اهداف الدوري العام بعد الكوميكس اللي اتقالت قال لك يا جماعه انتوا كنتوا حسبتوا الجول ده وشفتوا اي جول تاني بالظبط انا بضرب ليه المثل بحسين لان هو من اكتر الناس اللي عليها ضغط ولكن كل مره ده طبيعي يا شريف ده طبيعي جدا لا انت بتلعب يعني في الاخر انتقاد الجمهور ليك شيء طبيعي جدا يعني انت مفروض يعني اللي انا فاهمه ان لعيبه النادي الاهلي ايامنا ما كانوا بيقعد الجمهور ينتقد شريف وينتقد اسلام وينتقد محمد وينتقد حتى ابو تريكه نفسه كان بيتم انتقاده وبركات كان بيتم انتقاده جمعه كان بيتم انتقاده كله ولكن في النهايه الناس متاكده ان انت كويس ده حقيقي يمكن انا بس انا بيعجبني ده يبين لك قد ايه شخصيه اللعيبه دي قويه جدا لما انت رغم ان انت بتلعب في نادي كبير طبيعي هتبقى في انتقاد هديك مثال بص ريال مدريد بص كم النقد هازارد الراجل بيتصاب ما انت لعيب ده مش عارف كل ايه بالظبط هازارد ده ما اتصابش دقيقه في تشيلسي تقريبا اول ما جه ريال مدريد على طول اصابات يعني فيما معناه ان اللعيبه كلها في ريال مدريد او برشلونه هتلاقي نفس النقد كم النقد ولكن بيرجع ده لشخصيه اللعيب بقى لا يقدر يكمل ولا مش هيقدر يكمل الحمد لله اللي انا شايفه محمود طاهر محمد طاهر بيأدي مباراه على اعلى مستوى فنيا ياسر ابراهيم على اعلى مستوى فنيا وبيساعد في الامور الهجوميه كمان يمكن ياسر من اللعيبه الطوارئ جدا دفاعيا بشكل كبير جدا عندك علي معلول قوه شخصيه ان نضيع ضربه جزاء الماتش اللي فات وارجع احطها الماتش ده بالقوه دي والاصرار ده وبعمل الجول واعمل الثاني واعمل الثالث راجل لعيب محترف على اعلى مستوى هنتكلم على كل لعيب فيهم مش هنسكت عندهم تقييمات كبيره جدا وعندهم ثبات وشخصيه بيوديك في حته ثانيه خالص حمدي فتحي رجوعه للفرقه قوي جدا الو ديانج ده قصه لوحده خالص فكل اللعيبه دي عندها مستويات عاليه جدا عندها امكانيات عاليه عندها شخصيه دي لعيبه النادي الاهلي الحقيقه اللي احنا بنتكلم عنها اللي حققوا البطولات وان شاء الله الفتره اللي جايه دي العشره باذن الله هتبقى يا رب ان شاء الله خلينا نروح لاسئله الجمهور المدفعجي بتاعنا ده شريف احمد كابتن شريف عايزك تقول انت قلت يعني ما بحبش ادخل نفسنا في الحاجات دي شريف ليه حاجات تانية بيقولها من نشاط طب قول لي دي حلوه دي قولها ايه ده المستشار عبد الحميد الصن بيقول لك كابتن شريف عايزك تقول انت قلت لبشير التابعي وكان نفسي ترد عليك اجيب لك خالد بيبو انا طبعا مش عارف الموضوع نفسه بس يعني محمد ايه اللي حصل ولا تحب تقول يعني ولا لا ده مش مستني محمد محمود بيقول كابتن اسلام انت بتشوف الاسئله اللي من الناس اللي انت تعرفها والله انا ما اعرف حد من اللي انا بقول اساميهم دول خالص على فكره ابعت حضرتك هتلاقيني بسال يعني هو اللي بيجي قدامي بقوله يمكن اسباب اعتزالك بدري يا كابتن كسره الاصابات هل ده كان بسبب كسره الاحمال دي حقيقه محمد صلاح مساء الخير عليكم بحب اقول للكابتن شريف بالراحه شويه على احنا انت عامل ايه مع بشير موضوع كبير والله كابتن شريف من الناس الحاميه اللي بتدافع عن الاهلي ودايما يدخل في جدال عشان الاهلي بالرغم منه
مش من ابناء النادي شخصيتك ولا دوافع تانية؟ انت شخصيتك كده ولا دوافع تانية؟ لا شخصيتي الحمد لله، انا يعني حتى كان يبان عليا وانا بلعب في النادي انا عامل ازاي الحمد لله يعني. ميرو بتقول لك غريزه جوايا يعني. ايه راي حضرتك في الحرب اللي بتحصل من الاعلاميين وكل القنوات؟ فين ابناء الاهلي من ده كله في حمله على النادي؟ لا احنا موجودين واحنا في ظهر النادي طبعا، في حمله ممنهجه وده واضح ان هم عايزين زي ما قلت يوقعوا استقرار الفريق، ولكن ان شاء الله مش هنسمح لهم بكده يعني. ناديك المفضل عالميا؟ عالميا النادي الاهلي. بعد الاهلي فيش تاني خلاص. انت بعد الاهلي في حاجه؟ ولكن طبعا بتحب تشوف فرق من اوروبا، ريال مدريد مثلا. منا محمد بتقول منور القناه، ذهب ذهب طنطاوي بيقول حكينا عن موقف لمحمد بركات. بركات الحقيقه هنا بيبقى داخل بركات ده انا ليه ليه ده في فيديو لو عرفوا يجيبوه هتضحك ضحك. ايه بقى؟ في جول جابه هو في غالبا برضو مباراه المقاولين دي. فبعد ما جاب الجول انا قلت له بص انا فيها، انا دايما بركات كنت بعمل له حركات مصارعه وبتاع بهزر يعني، فبشيله بهبد انت عارف. فمسكته بعد الجول قلت له بس جيبه لي هعمل له حركه اسمها سوبليكس وبتاع. سوبليكس ده بعد الجول سوبليكس في الماتش. رحت جاي ماسكه في الماتش. انتوا بتلعبوا بعد ما جاب الجون هو بيحتفل، فاحنا اتلمينا عليه وبتاع، رحت جاي حاطه هنا تحت دراعي وخلاص هعمل له حركه، رحت جاي طاير بيه ونازل على وشه. قعد 5 دقايق وما فيهوش ازاز. قعد 5 دقايق وبص لي بس كده، يمكن حتى طلع مع الكابتن شوبير فضحني ساعتها، عمل حوار بعد الماتش. عمل حوار والله. لا والله. قال لك المجنون. من مواقفك مع جوزيه ايه بقى؟ انت بتقول انت عندك مواقف كتيره مع جوزيه. لا يمكن كانت يعني خلافات، وفي نفس الوقت ان هي بتقوي شخصيتك وتوديك في حته تانية يعني. أيوة. انا اكتسبت حتى في الخبره التدريبيه انا ببص لده مثال، خدت منه شخصيته. مانول. انا دايما بعمل ايه يعني في دراساتي في التدريب، في علم التدريب دلوقتي، علم التدريب ده انت مش مدرب وخلاص، انت ما تعتمدش على خبراتك، انسى الكلام ده خالص. انت بتبني حياتك من اول وجديد، انت بتبني شخصيه مدرب. اولا لازم تتعلم تطور من نفسك. انا الحمد لله عملت المعاشات اياكس الهولندي واندفون الهولندي ومعايا الشهادات الاساسيه والسي والبي، وان شاء الله هدور اعمل شهادات خارجيه كمان باذن الله يعني، كان في امريكا او في اوروبا تاني باذن الله يعني. خدت منه شخصيته القويه. ايوه. ازاي بيسيطر، كان بيسيطر علينا احنا كمجموعه موجوده، احنا كنا اللي بيخش ال 18 دي حرب مع مستر مانول، والله كنا كلنا بوتريكا وكلنا بركات ومتعب بنجري نبص مين في ال 18 وقاعدين والله من التمرين تلاقي في مره في اسلام قاعدين على الدكه والله العظيم عاوزين كلمه انا سيد معوض وائل جمعه متعب بركات كله دول على الدكه. جمعه قاعد الدكه قبل كده؟ جمعه ده اليوم اللي يقعد فيه دكه دي. ما انا عشان كده مستغرب، ما انا بقول لك كارثه. هو بنعرفها من حلاقه الشعر. ايوه بتبقى باينه، بتبان من الحلاقه، الحلاقه بتاعته ساعد وهو بيحلق. لو حلق وشد تعرف ان هو مش هيلعب. حلقها خالص يبقى كده. لو حلق جامد يبقى الراجل بادئ وتمام يعني. لا انا الكابتن وائل ده اخ كبير لينا، وانا من الناس اللي انا بعزهم واحترمهم جدا يعني. شخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه جدا. الناس اللي انا صوت الاهلي الحقيقه دائما خلال الفتره ده حقيقي يعني. وهو صوتنا بره وبيدافع عننا في كل حته واحنا معاه وهو معانا يعني. بيتكلم كلمه حق. طبعا وبيتكلم في الحق، وما ما بيدعيش حاجه. بالظبط بالظبط. فمستر مانويل انا خدت منه صفات كبيره جدا. ويعني مشاكلي معاه دايما، يمكن مثلا كنا في جنوب افريقيا عندنا ماتش تاني يوم، فانا حسيت اني مش هلعب. حلو. فبقيت عامل زي اسمها بلاش اللفظ يعني، طول التمرين واخدها سبرنتات. بطلع دخان، ازاي مش هلعب بكره؟ عايز العب بكره. كان دور المجموعات في بطوله افريقيا تقريبا. مش فاكر كان ماتش مهم في جنوب افريقيا يعني. المهم يعني رحت جاي قاعد احتياطي ولقاني، رحت جاي داخل في معتز اينو مطيره ساعتها، متعب وشوقي جري عليا، ايه ده يا عم مش عارف ايه، ودخان بقى طالع مني. انت مش عارف ايه انت هو مانويل؟ اطلع بره. فانا طبعا حصل حقيقة، المهم طلعت. ايه اللي حصل؟ بعد ما طلعت خلاص بقى. طلعت جري بره، ابو تريكه جالي جري قال لي يا شريف روح صالحه بسرعه. الحق بسرعه. بس الكتالوج كان عند خدني طبعا الكابتن سيد ابو حفيظ، طبعا يعني استاذ في الحاجات دي بصراحه، قال لي تعالى خدني تحت بطو، وابو تريكه جابني خدني ورحنا له. يمكن لحد المصور كان معانا اللقطات دي خدها تدريجي من وانا بضرب اينو والله العظيم.
وانا ماسكه كده لغايه وانا رايح له والاثنين معايا بالظبط يعني. فقال لي طب انا انت بكره هتبدا بدات بكره الدقيقه 43 انا اول تغيير طبعا انت عارف مش حقه ابدا 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 انت عارف طبعا. ودي من المواقف اللي عمري ما انساها. هو اداني درس في الموضوع ده ان انت خلي قرارك الشخصي ليك انت. انت لعيب مالكش دعوه, اتمرن كويس واشتغل كويس, حته اللعب دي خليها المدرب. اتكلم معاه كتير طبعا, اداني محاضرات لوحدي وجاب لي الدكتور النفساني يقعد معايا واتكلم معايا في حاجات معينه عايزها مني ولان انا كان بداني بكرايت وكان قبلها باكليفت وقبلها ليبرو, فكان بتبقى حاجات فنيه. يمكن هو كان ليه كومنتات عليا في حاجات برضو في شخصيتي في حته في الدفاع والقوه دي. لا وزاد بالقوه الجسم كمان لان انا كنت وصلت لمرحله انا جسمي كان بعمل بادي بيلدينج فكان اتكلم معايا في النقطه دي. مأثر عليك الرشاقه مثلا, المرونه والرشاقه والحاجات دي. عشان كده انا بقول لك لعيبه الكوره بالذات الاجيال اللي طالعه بحاول بالظبط مش محتاج حديد خالص غير مع واحد متخصص ما اشتغلش لوحدك خالص. تمام, خلينا نطلع فاصل اخير يا شريف وبعدين نرجع عاملين لك حاجه بسيطه كده بس بعد الفاصل هتشوف. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن شريف عبد الفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. شريف برضو يعني احنا خلاص في اخر خمس دقائق في الحلقه ولا حاجه, عايز اسالك برضو رسالتك ايه بقى للاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه, لانها فتره صعبه جدا. عندك مباراتين, مباراه يوم الخميس وبعد كده مباراه يوم 11, وبعد كده ان شاء الله تتجه الى المغرب لملاقات نادي كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال. انا بس يعني الكلام اللي بيتقال كله يمكن انا قريت شويه احصائيات عن فريق كايزر تشيفز. حصل على الكاس المحلي حوالي 13 مره, واخد البطوله المحليه 4 مرات, واخد كاس السوبر الاوروبي الافريقي مره واحده في 2013 تقريبا 2015 حاجه كده. فالراجل ده الفرقه دي فرقه مش سيئه, عندها 20 مليون مشجع في افريقيا في جنوب افريقيا والدول المحيطه. 20 مليون مشجع يعني فرقه ليها جماهيريه. كايزر تشيفز فريق مش قليل اذا كان جماهيريا او فنيا كمان, لان انت فريق وصل في نهائي افريقيا. اولا الفريق ده قوي جدا دفاعيا, فريق منظم, فريق بيعرف يتعامل ازاي بره ملعبه وجوه ملعبه. لما تتعادل مع الوداد المغربي في المغرب وتكسب الوداد في المغرب وما يجيش فيه جوان يبقى انت فريق كبير, يبقى انت فريق مش قليل. ولما تيجي تلعب عندك كايزر تشيفز في جنوب افريقيا وما تخسرش وما يجيش فيه جوان يبقى انت فريق كبير. توصل نهائي افريقيا يبقى انت اكيد فريق محترم وكبير جدا طبعا واتطورت جدا وفريق خطر. يبقى لازم اللعيبه لا تنساق للكلام اللي بيتقال ده اصل ده فرقه ضعيفه, ده فرقه دون المستوى, ده فرقه مش, لا خالص, فرقه وصلت نهائي افريقيا يبقى فرقه كبيره جدا. بصراحه ايه الكلام ده؟ كلام غريب جدا يعني. ما هو الكلام ده لسه الحقيقه ما اتكلمتش في الموضوع ده, هنسيبه للاسبوع اللي جاي لانه موضوع الحقيقه صعب جدا وممل جدا. ما ينفعش فرقه على رايك تصل الى نهائي افريقيا, واللي اتفرج على كايزر تشيفز بالمناسبه يعرف تماما ان هو فريق قوي جدا. لا ده قوي جدا يا كابتن اسلام. انا عارف إن الحمد لله ان اللعيبه والجهاز الفني الموجودين عارفين قيمه المباراه وقيمه الفرقه اللي هيلعبوها واهميه, مش مطلوبه اهميه لان ده نهائي بالظبط. فانا مش محتاج ان اقول لك اهميه المباراه عامله ازاي ولا ازاي احترم الخصم باي شكل من الاشكال. ايوه انا لا انصت لاي كلام يتقال خالص على الاطلاق, ولكن انا كل تركيزي في سيستمي وطريقه لعبي وازاي انا اكون جاهز للمباراه دي. تعرف هي القصه في ايه؟ ان الناس شايفه ان كايزر تشيفز بيلعب بطريقه هي دي الطريقه اللي بتتناسب معاه, ان هو بيقفل في نص ملعبه وبيلعب على الهجمات المرتده. وبالتالي بالمناسبه البرتغال خدت امم اوروبا مش دي طبعا اللي فاتت بنفس هذه الطريقه دي, واليونان خدتها من البرتغال في البرتغال عليك. بنفس الطريقه دي بالشكل ده, ان انا بلعب بقفل يعني كويس جدا وبلعب على لعيب واحد, بعمل بلوك هو ده اللي بيحصل من هذا الفريق, ملعبي محترم جدا, بعمل كاونتر اتاك على اعلى مستوى, افنش بيه اي يعني. انا بلعب على 90 دقيقه في هجمه مرتده واحده ممكن اخطف جون. عشان كده قلت لك استراتيجيه والسيستم بتاعي بتاع الفريق اللي انا هلعب بيه ده مهم جدا. يمكن استاذ موسيماني اكيد درس اكيد الموضوع اكيد في دماغه 50 سيناريو وظابط الدنيا كويس في دماغه بشكل كويس جدا. واللعيبه الحمد لله اللعيبه كلها بقى عندها خبرات افريقيه على اعلى مستوى طبعا, خبرات شبعت خبرات شبعت محليا وافريقيا, فعندها القدره ان هي ازاي تتكيف مع الاجواء المحيطه وعارفه ازاي الضغط الاعلامي اذا كان من الفرق المنافسه ليك عشان ازاي تهد استقرارك وتقلل من تركيزك للمباراه دي.
الحاجات دي بتاخد بعض اللعيبه يعني الكلام اللي هم بيسمعوه في كل الاعلام من بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما تلاقيهم رايحين للنقطه دي ان يا عم ده الاهلي مبروك وبتاع وخدوا البطوله والكلام الفاضي اللي بيتقال ده وهذه ليست حقيقه. هل الموضوع ده ممكن ياخد من اللعيبه شويه؟ لا لا انا الحمد لله يمكن بتواصل مع اللعيبه كلها يمكن شريف وقفشه ووليد سليمان وكل اللعيبه بتواصل معاهم على التليفون. لا خالص بالعكس مركزين جدا وعارفين ومتخوفين من المباراه وده اللي مطمني. قالوا احنا خايفين جدا من الفرقه دي. خايفين جدا دي يبقى انا كده مبسوط. يعني انت كده فعلا مركز والناس كلها مركزه والناس كلها على اتم الاستعداد لان عارفه قيمه الفرقه اللي قدامهم. فرقه وصلت نهائي افريقيا بقى فرقه محترمه مظبوط. هي طريقه بس لعبهم هي اللي مخليه بس الناس تحس ان هم فريق, ولكن ده بيحصل كتير جدا ودي طرق لعب كتيره جدا. لا لا ودي من ضمن طرق اللعب دي كايزر تشيفز بيلعب بهذا الشكل اللي هو بيقفل وبيلعب على الهجمه المرتده. ده حقيقي. يمكن احنا عندنا يمكن الجميل في مستر موسوماني ان هو بيلعب بسيستم وطرق لعب مختلفه. بيعرف ازاي يتعامل في الاجواء الافريقيه بشكل مميز جدا, بيعرف ازاي بره ملعبه بيلعب وعلى ارضه بيلعب ازاي, بيغير سيستم اللعب وطريقه اللعب وشكل اللعيبه في الملعب. اذا كانت اللعيبه على الورق بتلعب مثلا سيم 4-1-4-1 اثناء الجيم بيغير شكل اللعيبه في الملعب ازاي, يخلي اللعيبه بتخش من جوه. قفشه ممكن يبقى لعيب وهمي مثلا معظم الوقت من بره بس ازاي في الجيم بيقدر يخليه يخش من جوه. كل دي سيستم وطرق لعب مستر موسوماني خلال الفتره اللي يقدر يشكل اللعيبه بشكل ممتاز بصراحه. انت مواليد كام يا شريف؟ انا مواليد 2/7/83. 2/7 فعلا؟ طيب اتفضل يا سمر. كل سنه وانت طيب يا شيريا, ويعني عقبال دي السنه صراحه ربنا النهارده نحتفل بعيد ميلادك وانت معانا على الهواء. شكرا جدا, سعداء جدا بوجودك معانا. كل سنه وانت طيب ودايما مشرف ومنور وسعداء جدا. النهارده عندنا عيدين ميلاد, عيد ميلادك وعيد ميلاد احمد عويس كمان, فانا مبسوط جدا بوجودك معانا النهارده وكل سنه وانت طيب. متشكر جدا يا كابتن اسامه على المفاجاه الجميله دي, وبشكر استاذ ايهاب الخطيب واستاذ عويس ويعني واقول لكم هو سنه هو طيب هو كمان, وبشكركم جد مفاجاه جميله يا كابتن اسلام. شكرا جدا, ربنا يخليك يا حبيبي وكل سنه وانت طيب. تعالى بقى كده حد هيصورنا ولا نقف كده عادي يعني؟ طيب انا عارف ان انا معاك. يلا كل سنه وانتم طيبين, ويعني يعني حبينا نحتفل بعيد ميلادك بحاجه بسيطه جدا, ويعني هات التورته. طب يا جماعه احنا مكلفين برضه, ما احنا عايزين نوري يعني ان احنا مكلفين. لا بصراحه كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انت كام سنه كده؟ انا لسه صغير. لا ليه خلاص 38. انت كنت زمانك لسه بتلعب. والله لا والله كنت زمانك لسه بتلعب. كل سنه وانت طيب يا شيري وعقبال 100 سنه. متشكر جدا يا كابتن اسلام, وانا متشكر جدا على المفاجاه الجميله دي, وده انا اجمل عيد ميلاد بالنسبه لي وليا اتعمل لي ان يبقى في بيتي في بيت النادي الاهلي في البيت الكبير. حبيبي انا بشكرك جدا, ويعني هديه ما كنتش اتوقعها, وانا مبسوط جدا بوجودي معاك يا كابتن اسلام. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وشكرا لكل القائمين وفريق الاعداد بالكامل, اشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين. شكر جدا. انا بشكركم جدا. كل سنه وكابتن شريف وهو طيب, وكل سنه وحضراتكم كلكم بخير يا رب, ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. عندي مفاجاه جديده لحضراتكم في البيت الكبير, في بيت كل الاهلاويه, البيت الكبير. استنونا بكره, ما تنسوش. بس احنا بكره الساعه 10 هشوف حضراتكم بكره في تمام الساعه 10 ومفاجاه جديده من مفاجات البيت الكبير. شكرا.